اليوم التاسع لطوفان الأقصى ما زالت الحرب مستمرة ولكن نتنياهو قرر تأجيل الاجتياح البري لماذا؟ بسبب الظروف الجوية كما يدعون أم لظروف مراعاة الظروف الإنسانية لمواطنين ونساء وأطفال أبرياء في غزة لا إنه نتيجة للضغوط العالمية للضغوط المصرية للضغوط العربية اللي حتى بثمارها ان شاء الله اذا اصرينا على موقف الموقف المصري واضح كل يوم بيزداد صلابه نطق في الرؤيه اللي تقود مصر في هذه المرحله لمساعده الاخوه الفلسطينيين النهارده كان في اجتماع الامن القومي مجلس الامن القومي برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتماع مجلس الامن القومي ده ما بيكونش غير في الطوارئ لاتخاذ قرارات في مجموعة من القرارات طلعت عن هذا المجلس اليوم كانت بتقول مواصلة اتصالات مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل خفض التصعيد تكثيف الاتصالات مع منظمات دولية الإغاثية والإقليمية عشان نقدر نوصل المساعدات التجديد على أن ما حل أبداً مش تبعتهم مصر وبنريح وزي ما الاسرائيليين شغالين دلوقتي في التلفزيونات ويقول لك ايه يعني ما الاردن استقبلت وتركيا مستقبله سوريين ايه يعني لما مصر تستقبل عندها مليون وهنعمل لهم بنيه تحتيه واحنا مسؤولين عن الاكل وبتاع لحد ما ننظف حماس مرفوض مش هيحصل اطلاقا حل الدولتين الاتصالات رفض واستهجان سياسه التهجير او محاولات تصفيه القضيه الفلسطينيه لان الترحيل او التهجير انت بتصفي ما بقاش عندك قضيه ما بقاش عندك فلسطين استعداد مصر للقيام باي جهد من اجل التهدئه وده مرتبط بالنقطه الاخيره استئناف عمليه عمليه حقيقيه للسلام تعالوا نقعد بجد امن مصر القومي خط احمر يلي ما بتشوفش لا تهاون في حمايته لا قياده ولا شعب ثم مصر بتوجه الدعوه لاستضافه لا قمه اقليميه دوليه من اجل تناول تطورات ومستقبل القضيه ليس هذا فقط بلينكين كان في مصر بيلتقي وزير الخارجيه الامريكي بيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بينهم اجتماع النهارده ودار كلام اثار لغط تعالوا مش لغط عندنا لغط عند الاخوان عند المغرضين عند الهاربين المقيمين في انجلترا وبيقبضوا من هناك ويقولوا لنا بيقبضوا منين وهم بيهاجموا كل كلمه وكل تصرف. ماذا قال الرئيس لبلينكن؟ تعالوا نسمع جزء. معالي وزير الخارجيه بلينكن انت تحدثت وقلت انك انسان يهودي وانا اسمح لك ان انا مواطن مصري نشات في حي جنبا الى جنب مع اليهود في مصر ولم يكن ابدا يتعرضوا أي شكل من اشكال القمع او اي شكل من اشكال الاستهداف وما حصلش في منطقتنا العربيه والاسلاميه ان تم استهداف اليهود في تاريخهم القديم والحديث يمكن اللي حصل استهداف يمكن في اوروبا يمكن في اسبانيا يمكن في دول اخرى لكن في بلادنا العربيه والاسلاميه ما حصلش ده خالص رئيس عبد الفتاح السيسي قال لبلينكن هو السادات ليه اتقتل ليه رابين اتقتل؟ احنا بنواجه الارهاب المتطرفين مع بعض وقال له الجمله اللي استغلها الخرفان اللي بره وقصه الكلام وهو بيقول له انا كنت ساكن في حي اسمه حي اليهود في الجماليه هذا الحي كنا احنا واليهود عايشين عادي جدا عايز يقول له ان المصريين والعرب ما عملوش حاجه لليهود بالعكس كانوا عايشين معانا عادي احنا مش ضد الديانة اليهودية عمرنا ما اعتدينا على حد عمرنا ما تجاوزنا في حق اليهود عمرنا ما دبحناهم وقتلناهم دي الجملة اللي خدوها واشتغلوا عليها عشان يقولوا ايه يشككوا في رأسنا لكن في النهاية احنا عارفين من يمولهم وما هو الهدف علشان يسقطوا الدور المهم اللي بتلعبه مصر دلوقتي لا اعتقد ان احدا منكم لم يتاثر وهو يرى ورد اسرائيل ورد الفلسطيني ورد يعني العيال الصغيره يعني اطفال غزه اللي كل كلمه منهم زي الاغنيه ما هي ما كل هذه الفصاحه عيال صغيره بتتكلم مؤمنه بالقضيه انتوا بتقتلوا مين ده البنت ابوها مقتول وطلعت تقول لك فلسطين ده بيرضعوهم حب الوطن مش هتقدروا عليهم الاطفال واجيال 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 من صغرها شافت غدركم وشافت خيانتكم وشافت عنفكم وشافت شركم وانتوا بتقتلوا ابائهم واعمامهم واجدادهم وكل يوم بيزيد عندهم الحماس انهم هيحرروا الارض فهتتحرر تعالوا نقف قدام شهادات من أرض العزة من الأرض العربية من غزة نشوف أولاد فلسطين بيقولوا إيه دول أطفال غزة اللي يدعوا للأمل في وسط الخراب اللي احنا شايفينه وده بيقودنا إلى عيون الغرب العمياء اللي ياما صدعتنا حقوق الإنسان الحريات اللي عايز يحرق مسخط يحرقه اللي يقطع مسخط يقطعه انتوا شعوب ظلمة عندكم انتهاكات لحقوق الإنسان وبعدين انتوا ايه بقى انتوا المثالية انتم حقوق الإنسان عشان كده البي بي سي وقفت عدد كبير من محرريها وصحفييها عشان كتبوا تغريدات تأييدا لفلسطين انتوا عارفين كام واحد وقفوا كل اللي كتب كلمة او حطوا صورة لمدة اسبوع لحد ما ينتهي التحقيق محمود شليب رئيس تحرير برنامج بتوقيت مصر وسالي نبيل مراسلة بي بي سي باللغتين العربية والإنجليزية في الشرق الأوسط. سلمى خطاب وعمرو فكري من الرياضة. من بيروت سناء الخوري وندى عبد الصمد. صحفية مستقلة بتشتغل معاهم اسمها آية حسام. وقفوها فصلوها. أنت متعاونة بالقطعة. أمشي ايه نقدر عليك دلوقتي. من يومين إكس تويتر أزال أي تغريدة فيها كلمه الاسرائيلي عشان كده لما قلت لكم المقاطعه طب ما تيجوا تجربوا كده ونقفل نقفل لهم فيسبوك ونقفل لهم اكس ونقفل لهم آه انستجرام ونطلع رجاله ونقطع بجد ولا هي المتعه بس في اننا نقطع منتجاتنا شركاتنا المصريه تعالوا نجرب مع جوجل وامازون اللي بيدعموا القضيه الاسرائيليه اللي بيدعموا اسرائيل اللي بيهاجموا فلسطين تعالوا نوقف موقف لان دعاه الحريه كذابين لانه مسمح لك تقول كلمه فيها كلمه حماس الناس بتكتب تكتب إسرة وتسيب مسافه حماس يكتبوها على مرتين وتلاتة علشان بتتشال الفيديوهات بتتشال والصفحات بتتقفل ما تقولش ولا كلمه استعبدونا بالتكنولوجيا بتاعتهم واحنا بنستمتع كوكا احمد حسن كوكا اللاعب المصري اللي بيلعب في تركيا كتب تغريده قلبت الدنيا احمد حسن كوكا ما عندوش 2 مليون متابع 7.5 مليون حتى الان دخلوا على التغريده بتاعته دي العظيمه اللي كتبها باللغه الانجليزيه عمل فيها حاجه مختلفه شرح القضيه الفلسطينيه لان في الغرب اوعوا تصدقوا ان في اجيال تعرف اي حاجه عننا. هم بيكلموهم ومصورين لهم ان ده مكان اسرائيل واحنا الاعداء ما يعرفوش ان ان بريطانيا في وعد بولفور لما جابوا الاسرائيليين اليهود يسكنوا في هذا المكان لم يكن لهم حق مين البريطانيين؟ استغلوا فتره فراغ وضعف الدوله العثمانيه وسيطروا وجابوهم في وقت كان الأوروبيين بيخلصوا منهم وعايزين يخرجوا اليهود من عندهم بسبب الفساد اللي عملوه ما استوطنوش في ألمانيا ليه؟ مش الهولوكوست كانت في ألمانيا والمحارق كانت هناك مش كان تعويض لهم يقعدوا في ألمانيا أو موزمبيق زي ما اقترحوا في وقت من الأوقات هذه هي إسرائيل شرح الحدوتة فوجدت تعاطفا كبيرا جدا مما زادت زاد السهام الى صدر محمد صلاح محمد صلاح كل يوم بيخسر ارض جديده محمد صلاح لو كمل يومين ثلاثه كمان مش هيعرف يرجع محمد صلاح فخر العرب هيفقد هذا اللقب في قلوب كل العرب في حين ان كان عنده فرصه تاريخيه ان يكونوا في القلب وعلى العقل على الراس نشيله كده لكن هو اختار وجوده في انجلترا والمعجبين مش عارف مش عارف ليه سكت يا محمد يا صلاح تعليقات كتير على كوكا احمد حسن كوكا كاتب في البيو حلم ان اهله وبلده يكونوا فخورين بيه حلمه اتحقق يا ابو حميد فعلا يا كوكا انت دخلت في حته تانية خالص خلاص سبحان الله احمد حسن كوكا كان مكروه من الجمهور المصري بسبب ادائه مع المنتخب دلوقتي هو معشوق الجماهير الاول الافضل من الدعم هو الدعم بتوضيح وشرح قدم افضل بيان في تاريخ الرياضيين العرب على حسابه الشخصي شيء يدعو للفخر ماكدونالدز طلع بيان النهارده تاني وقال انه بيتبرع ب 20 مليون جنيه لاهل غزه من خلال بنك الطعام المصري ومؤسسه مصر الخير هو عايز يقول لو انا تابع حد ما اقدرش اعمل كده انا شركه مصريه 100% لو انا امريكي ما اقدرش اخد الموقف ده والا يعاقبوني ويحرموني لكن ما يقدروش. ماكدونالدز في بلد ثانيه بيدعم اسرائيل لانه حر راس ماله هو حر فيه. هنا مصريين يا جماعه مش عايزين ننخدع وحد يستدرجنا للاضرار بكل عامل وكل موظف بيشتغل في شركه من الشركات دي. وجع قلب جاي لكم فيه وبصراحه شيء مؤلم جدا. جداً جداً أنا بتلقى يومياً على مدى الإسبوعين اللي فاتوا ما يقرب من 500 رسالة يومياً وكل رسالة فيها عشرين صورة وثلاثين صورة لحد ما بقتش ملاحقة على الموبايل مسابقة الثلاثين ألف معلم اللي بقالها أكتر من سنتين دخلنا تقريباً في سنتين اتصفوا من مية واربعين ألف معلم ل 110 للائقين بعد التصفيات واختبارات خدوا 28000 خدوا 28 ألف ازاي سيد الرئيس شخصيا كان مهتم وقال احنا بنعلمهم الرياضه وبنصحيهم بدري عشان اولادنا بيروحوا المدارس بدري بنعلمهم الرياضه عشان يبقوا كويسين لان احنا بنأتمن اولاد بنأتمنهم على اولادنا الرئيس كان مهتم جدا وقال دي تجربة وقال إن خلال خمس سنين كل سنة نعين تلاتين ألف طيب إحنا ثمانية وعشرين ألف لا البسي يا بنت انت وهي انت تخينة لازم تخسي نخس عندك تدريب في التنظيم والإدارة لازم تروحي في تدريب مهني وتدريب فني وتدريب رياضي حاضر روحوا الكلية الحربية خدوا القواعد السليمة ست شهور غلابة مش لاقيين شغل كل حته في دي عايزه فستان وعايزه لبس وعايزه استعداد. ناس منهم لان خلاص احنا بننجح سابوا شغلهم وسابوا بيوتهم. اللي ساب بيته علشان يبقى قريب من المنطقه اللي فيها تدريب، واللي هيقعد ست شهور يتدرب محتاج انه يتفرغ تماما. فباعوا اللي حلتهم علشان يلبسوا الحته النظيفه ويروحوا يقولوا حقنا. فجأه من ال 28 يعلن 14 بس طب وال14 التانيين ذنبنا ايه احنا مين احنا فين محدش بيرد طب اشرحوا لنا محدش بيرد طب يا وزاره محدش بيرد املهم الوحيد في السيد رئيس الجمهوريه صدقوا عشان ما فيش لا مجلس ولا وزير حد راضي يرد يقول كلمه للناس دي ألف ليه تودوهم يقفوا قدام وزاره التربيه والتعليم النهارده ويقولوا هنعتصم وتقفلوا عليهم الميه والنور علشان ما حدش قادر يقول لهم احنا لسه بعدناكم بعد ما نجحتوا في كل حاجه بعد ما قعدناكم سنه ونص تحلموا طب قولوا لهم بعد بكره بيقولوا لهم لا اصل دي هنبقى نعمل في المسابقه الثانيه تكون لكم فرصه ايه الاستفزاز ده ايه الايلام ده ايه الذل ده مين بيعمل كده؟ احنا في لحظة يجب أن يجتمع فيها الناس طالما قلت كلمة ده من أيام الوزير طارق شوقي وهم في الرحلة دي والوزير الجديد بقى أكتر من سنة ليه؟ ليه ما حدش يطلع يتكلم؟ ليه الوزير ما يطلعش يشرح؟ لازم تحصل مصيبة؟ لازم حد يموت؟ مش فاهم في سبب منطقي واحد يخلي كل سكتهم بكتهم قولوا ما معناش فلوس قولوا لهم هنعينكم على مراحل قولوا اي حاجه بس انطقوا الصمت جبن وخوف والناس دي تعبت وصرفت علشان تتقبل وهتقبض كام يعني ده مدرس واحنا محتاجين مدرسين كتير قوي فتيجوا تذلوهم وتكسروا نفسهم ليه انتوا لو تسمعوا حكايتهم انا قعدت اقرا حكايات شيء مؤلم ومزري ولا يليق بدوله كبيره زي مصر حديث القاهرة مستمر ولنبدأ مباشرة معي أصغر أستاذ أو رئيس جامعة في العالم جامعة روسية جديدة تنشأ في مصر يرأسها الشاب المخترع الصغير لو فاكرينه أحمد بهيج هو عنده 26 سنة هذا الشاب الذي تعرض لإغراءات كثيرة جدا كي يغادر مصر ولكنه رفض هذا الشاب اللي درس الحقوق وبعدين درس الهندسه وابهر الروس وخلاهم يثقوا فيه ويفتحوا جامعه روسيه في مصر. هيا بنا لنبدا حديث خاص. اهلا وسهلا بحضراتكم. من طفل صغير في مدرسه في اهناسيا في بني سويف الى قمه جامعه روسيه في مصر، رحله طويله طفل عادي جدا في مدرسه تجريبيه في احدى قرى الصعيد في مكان صغير يتبوأ مثل هذا المكان يدرس الحقوق ثم يدرس الهندسه ثم يذهب الى الروس ليقنعهم بافتتاح جامعه وافتتاح مركز مهم هنا علشان يؤهل الطلبه قبل ما يسافروا افكار عديده جدا لقب وهو صغير بالمخترع الصغير انا اتحدث عن احمد عاطف بهيج اهلا وسهلا يا باشمهندس اهلا بحضرتك يعني رحله غريبه شويه انا عايز ابتديها من الاول خالص لانها في النهايه بتقول حاجه يعني بتقول ان دايما في امل الاول شكرا لحضرتك على الدعوه ان انا شرفتني لي وقت من ان وقت وقتين انا وبعدين انت والدك ووالدتك زملاء مراسلين للتلفزيون المصري طبعاً. من بني سويف طبعاً. فيعني انت من العيله الاعلاميه طبعا الحاجه الثانيه احب ان احنا يعني اوجه تعاطفنا وقلوبنا مع اخواتنا الفلسطينيين طبعا وفي و... غزه ويا رب الازمه دي تعدي على خير. آ... ال... بالنسبه للفكره ل... ل... ان احنا بناسس دلوقتي جامعه روسيه في مصر لا قبل الجامعه احكي لي الاول انت ازاي لقبت بالمخترع الصغير اخترعت ايه؟ آ... او ايه اللي الموضوع... وداك السكه دي؟ ده الموضوع بدري قوي آ... آه. من من واحنا في, في ابتدائي تقريبا وانا في ابتدائي آه يعني انا كنت شويه دايما بقعد مع والدتي في البيت افضل انت تعبانه من كذا لا طب ايه رايك نعمل جهاز ممكن يغسل مواعين مثلا يعني آه. فانا ما كنتش عارف مثلا ان في جهاز بيغسل مواعين آه طب ممكن نعمل آه نقترح الحاجه الفلانيه عشان تحل الحاجه الفلانيه فدي كانت افكار عاديه كنت بحب الكمبيوتر قوي في الوقت ده والانترنت كان يعني في, في الوقت بتاعي ما كانش كتير بيستخدمه أي. او بيستخدم في الكمبيوتر يعني فبدات ان انا يعني كنت بحب البحث قوي وبحب اعرف الحاجات الجديده وازاي الانترنت وابعت ايميل وهكذا لحد ما في في رابعه ابتدائي تقريبا أضاف مواد جديده الدراسات والعلوم مواد زي دي فانا اصلا كنت بحب اركز قوي في الانشطه الدراسيه وبحب الحاجات بتاعتي بقى التك والتركيب اركب بالظبط اجيب اللعبه افكها واحاول افهمها هي بتعمل ايه وبتركب ازاي واخد الموتور ده, ده باباك عانى منك كده كتير طبعا <applause> أه فمن هنا بقى بدات المدرسه لما شافت درجاتي مش كويسه بسبب ان انا مش مركز بتاعه العلوم أه اتكلمت مع والدتي والدتي اقترحت عليها قالت لها على فكره احمد مهتم بافكار معينه ودايما بيقترح حاجات جديده و آه، كمان عندنا الـ 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 يعني إيه؟ الكمبيوتر اللي هو بيحبه جدا ودايما بيقعد عليه فايه رايك تدخلي له بـ 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 بطريق ان هو ممكن يبحث عن المعلومه دي بنفسه ما تجبريهوش ان هو يدرس بس يعني حاولي توصلي المعلومه بطريقه هو بيحبه فالمدرسه بدات تقول لي ايه رايك انا هدي دي لك مدرسه عظيمه اسمها ايه اسمها مسنوها طبعا عمري ما انساها في حياتي مسنوها لها كل التحيه آه طبعا مسنوها بدات ان هي تديني آه عناوين كده تقول لي مثل مثلا مثلا اعمل لي بحث عن تلوث المياه م. فانا ابدا ادور على الانترنت عن تلوث المياه وافضل اسال الناس وبعد كده افتكر ان احنا في حصه من الحصص هي كانت بتتكلم عن تلوث المياه فلاقي الكتاب بتاعنا مكتوب فيه درس فاطلع منه معلومات عشان اكتبه في البحث بتاعي ففي الاخر كانت النتيجه المحصله ان انا عارف معلومات اكتر من اللي موجوده في الكتاب انا بحثت أيوه. جوه الكتاب وعلى الانترنت ومن الوقت ده كنت بجيب تقريبا الدرجه النهائيه لحد ما ماده العلوم دي انتهت معايا في ثالثه اعدادي دي مثلا ايوه ف فيعني من هنا بدا بقى ايه اهتمامي اكتر فبدات المدرسه دي يعني جه خطاب للمدرسه ان مطلوب مبتكرين او اطفال اللي هم عندهم ابتكارات يشاركوا في مسابقه اسمها المخترع الصغير ويحلوا يعني يقدموا حلول لفكره من ثلاث افكار بتواجه مصر في الوقت ده كان من ضمنها سكك الحديد كان في ازمه لمشكله المزلقان, المزلقان وناس كتير اه والقطر آه. بيتقلب وهكذا فقدمت فكره ساعتها وعملت بروتوتايب صغير خالص واشتغل ورحت سلمته في الاداره التعليميه ورحت بعد كده لجنه التحكيم النهائي في المحافظه لقيت البروتوتايب ده مش فاهم ليه بس هو ما كانش شغال يعني صدفه بتحصل بس كانت خلاص يعني في ناس هناك شافوني وبداوا هم اه بداوا ان هم يدعونا نحضر ندوه في حاجه اسمه مركز التطوير التكنولوجي تبع مديريه التربيه والتعليم في بني سويف آه. فلقيت هناك ندوه مع الحد بقى اللي كسب المخترع الصغير ده على مستوى الجمهوريه بعدين ف... فانا اتكلمت وقتها وفي اكتر من حاجه ومداخله فلقيت ناس بعد الندوه دي اخدوني على جنب احنا بنكون فريق زي يبقى منتخب المحافظه كده للبحث العلمي و... والفريق ده هنجهزه ونأهله انه هو يشارك يمثل المحافظه في مسابقات محليه وعالميه كمان آه. من هنا بقى بدا ان هم معاهم اتعلم ايه هو يعني البحث اكبر بقى يعني اه كان سكك الحقيقه كانوا يعني انا عارف انا فاكر مثلا مدير التربيه والتعليم ومركز تطوير التكنولوجي تفاؤلي مع جامعه بني سويف ان انا ادخل واخرج براحتي في كليه العلوم يعني دي كانوا مديني تصريح في اعدادي وانا في ثانوي بقى كده دخلت ثانوي آه وانا طالب في ثانوي كنت بدخل كليه العلوم دي بقعد فيها عدد ساعات كتيره جدا اتناقش مع الدكاتره ويساعدوني ويعلموني عن طرق البحث العلمي و... واتناقش معاهم في افكاري ويضيفوا لي و... وحاجات كمان كانوا بياخدوا رايي في... في الابحاث بتاعتهم كنت برضو بحاول ان انا اشارك اه واضيف رايي فيها ف... فده الموضوع ده فرق معايا كتير بدانا ندخل مسابقات محليه بدات احصد بعض المسابقات المحليه لحد وزاره التربيه والتعليم يعني قول لي حاجه من اللي انت اكتشفتها او يعني اخترعتها انا عملت مثلا محطه لمعالجه ميت الصرف الصناعي والزراعي آه. مع فريق من اصدقائي وفريق بحثي تم تطبيقها ولا لا؟ <applause> في محافظ بني سويف السابق المهندس شريف حبيب لما شاف الموضوع عجبه جدا وبدا ان هو يوجهه في في مصنع كان عامل ازمه كبيره قوي في المحافظه ان المصنع ده كان بيطلع صرف صناعي يعني وصل لمره من مرات ان قفل الطريق الصحراوي الشرقي ده يوم او اتنين يعني فبدانا ان هو ومش وعاملين له قرارات اغلاقه ومش عارفين يغلقوه بسبب ان هو بيدي حاجه من الحاجات الـ الـ الاساسيه اللي بتستخدمها في المحافظه يعني علي. هو لو من, من الاخر لو ده اتوقف هيبقى هتبقى اثار بيقر. اثار بالظبط وازمه كبيره جدا. فوجهني هناك ورحت فعلا عملت له الحل ده طبقته له كان جاي شركه لجنه من شركه الميه ورحت وطبقت لهم الموضوع ده في حوالي اربع ايام تقريبا نموذج اولي يقدر يعالج لهم 10 متر ميه في الساعه الواحده فده برضو رقم مش قليل يعني فأعجبوا جدا ولدرجه ان كان في حد من الناس كان داخل كنا عملت لهم الازازه كده يعني اللي فيها المايه المعالجه دي أيوة. وحطيناها ودخل افتكرها ميه كان هيشربها يعني علشان هي النقاط. طلع منها اه يعني هي اتعالجت طبعا ممكن تستخدم ممكن يعاد إيه تدويرها في بعض المصانع وهكذا عملنا كمان تعديل على موتور الديزل كده بحيث ان انا اقدر اطلع منه كهرباء بشكل ما يعني ويبقى صديق للبيئه. <applause> يعني كان في بعض الافكار. فبدات وزاره التربيه والتعليم انها هي ترشحني ان انا امثل مصر في مسابقه في ماليزيا، معرض الابداع في ماليزيا في جامعه يوسيم. فرحت فعلا في 2014 واخدت الجايزه البرونزيه هناك. لما رجعت بدا بقى ان احنا ندخل في يعني مشاركات على المستوى المحلي في مسابقات محليه بلاقي ان خلاص بقى في مسؤولين بداوا ان هم يعرفوا عننا لدرجه ان احنا كونا حاجه اسمه مجلس شباب الباحثين تبع المراكز الاستكشافيه في مصر تبع وزاره التربيه والتعليم كنت انا رئيس المجلس الشباب الباحثين ده فكنا بنلف على المراكز الاستكشافيه انا كنت ساعتها في ثانية ثانوي كنا بنلف على المراكز الاستكشافيه وكان معانا فريق كبير جدا وننزل يعني محافظة. احنا عندنا شباب كده مستكشف ومخترع ومبدع كانوا معاك في المرحله دي عدد كبير جدا عدد كبير جدا ودلوقتي فيهم ناس في ارقى جامعات العالم وارقى حاجات في العالم دلوقتي في منهم ناس طب انت ثانوي وكملت كده وفجاه دخلت حقوق اه في هنا بقى حته في النص كده ان انا بدات الفتره دي انشغل جدا بطريقه مش طبيعيه في الانشطه اللي انا بعملها زي مجلس شباب الباحثين زي الابحاث اللي انا بعملها وصلت النتائج حلوه جدا في تحليه المياه كمان وصلت النتائج كويسه في معالجه المياه وهكذا بدا ان انا المسابقه تبعت لي دعوه ان انا شارك في التصفيه النهائيه على طول بعدها السنه اللي بعدها مم. رحت في رجل اعمال شهير يعني كان هو اللي دعمني وقتها وخلاص بعد ما رجعت قال لي انا هكمل هواصل رعايتي ليك و اللي هو مين رجل اعمال مصري يعني مشهور. مش عايز تقول اسمه اه يا ريت طيب ف... ايه السبب فيعني يعني هو الاول بصراحه استجاب للدعم فورا احنا انا المفروض كنت هسافر, كنت هسافر عن طريق وزاره التربيه والتعليم تاني آه. واوراقي جاهزه تاني بس في الفتره دي كان مهندس ابراهيم محلب ساب الوزاره آه. وكان مهندس شريف اسماعيل اعتقد أي. بعده فالفتره دي ما كانش في حد يمضي الورق بتاعي وانا خلاص آه. مسافر بعد كام يوم يعني فاتصلت ببعض رجال الاعمال استجاب بصراحه يعني ودعمني على طول في وقتها ان انا اسافر المسابقه لما جبت الجايزه الفضيه رجع قال لي قابلني وقال لي لا انا عايز اكمل معاك الدعم بعت لي بقى مجموعه كبيره من الصحفيين و... 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 وتقارير تتعمل عني وهكذا وطبعا هو يستفاد من الموضوع ده اعلاميا بطريقته آ... واتفقنا ان هو هيواصل الدعم دراسيا واتفقنا مرحوظ. على خطه معينه وجينا في جبت القبول الجامعي قال لي مجلس الاداره للاسف مش عارف ماله عمل ايه. آه. ف... فمن هنا انا كنت طبعا مش مركز في الدراسه يعني انا فاكر مره مدرس من من اللي كانوا عندي في ال... بيدوني درس يعني عمل لي ممر شرفي بعد ما رجعت من ماليزيا وسقف لي والطلبه كلهم سقفوا بعد كده طردني من الحصه عشان انا كنت بغيب برضه مش ملتزم قال لي ده حاجه اديتك حقك اديني حقي <سعاللي> ايوه <الكلة> ف... فبعد كده يعني لقيت لقيت طبعا جبت مجموع قليل ما ما يناسبش الكليات الهندسيه في مصر وقبل ما اجيب مجموع قليل انا كده كده يعني كنت بتكلم وكانت خطتي ان انا حتى لو جبت 100% فانا مش 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 ناوي ادرس في مصر مش لسوء جوده التعليم المصري بس عشان حاجه قالها دكتور زويل زمان يعني هو لما حب ياخد نوبل راح للمكان اللي فيه الناس بتاخد منه نوبل أي. فانا كنت عايز اروح مكان فعلا الاقي فيه حواليا خبرات نج... خبرات كتير، نماذج ناجحه كتير، ناس تاخدني و... وتدعمني، وده على فكره كان يعني مستحيل ح... تلاقي حد في مصر هياخد شاب عنده حاجه وعشرين سنه ويقول له تعالى يا حبيبي نمضي معاك اتفاقيه مش عارف ايه، مم. بس بس هناك انا لقيت ده يمكن اه طبعا يعني انت كملت حقوق هنا لا انا بدات طبعا علشان بس سجلت اوراقي عشان والدي ولاهتي ما يزعلوش لكن التحقت وقتها في 2016 اخذت منحه دراسيه تكميليه من مصر الخير ان هم ادرس في في جامعه في جامعه في موسكو اه درست الترم الاول حصل الاصلاح الاقتصادي في 2016 فالفلوس الدراسيه ما كفتش غير الترم واحد فطلبوا مننا نرجع مصر علشان ناخد منح في جامعات مصريه انا لما رجعت مصر دخلت على فكره جامعه كويسه جدا مصريه خاصه أه بس ما برده ما لا أنا هندسة أنا برضو؟ لا في بزنس بزنس وبزنس على فكره هو كان هدفي يعني انا عايز افهم ايه. عن الهندسه علشان اطبق الافكار اللي عندي في هيئه بزنس بس انا شايف ان بزنس انا ممكن اخدها بخبره وبكورسات وبدبلومات وهكذا بس دلوقتي. عايز اخد الخبره العلميه اكتر في التخصص بتاعي الهندسه ف رجعت محبط مصر تاني وطبعا انا كنت في وضع في مصر عامل ايه و... ولما ال... اخينا ده ما ادانيش المنحه فلقيت مؤسسه بسرعه تدي المنحه في وقت قليل فكنت فاكر بقى ان انا هرجع هيستقبلوني بقى رجال الاعمال تعالى انا اوديك فطبعا كان ما فيش اي حد خالص ما انت ما كملتش ما فيش اي حاجه بقى خالص آه. يعني الموضوع وقف و... واتصلت بناس كتيرة جدا وناس ك... كلموني عشان برضو حاجات اعلاميه ولكن الموضوع انتهى لحد كده فقررت ان انا لازم ادعم نفسي فبدات ان انا اشتغل اكون فلوس تشتغل إيه؟ لان انا كنت واعد اهو الله حضرتك حالا كنت واعد والدي او انا كنت رافض بشكل كبير ان هو يتدخل في ده قراري انا اللي هدخل كذا فانا مش انت لحد ثانويه عامه انا مش مش محتاج منك اي حاجه بعد بعدين فعلا من ساعتها لحد دلوقتي ما باخدش من والدي اي حاجه ففأنا رب فانا رب بدات <applause> فانا من من وقتها بدات ان انا انزل واشتغل واعمل بزنس كنت اشتغل ايه؟ عملت مكتبه بتبيع كتب لكتاب بدات ان انا اعمل مركز تدريب بدات ان انا اشتغل في التسويق اشتغلت حاجة كتيره جدا انا كنت تقريبا كنت والله كنت احيانا بنام من 3 ل لاربع ساعات وده فترات طويله على مدار مم. فترات على مدار شهور يعني كنت ساعتها اي حاجه لازم اوفرها عشان هرجع تاني عملت قرشين لازم ارجع تاني مش قرشين قوي بس عشان بس اسافر ارجع زي تاني يعني تسافر اه طبعا والفتره دي يعني كانت نفسيا صعبه جدا لان طبعا الناس اللي كانوا مستنيين مني نتيجه معينه هما مش شايفيني في اي حاجه دلوقتي واهلي اللي كانوا دايما فخورين بيا هما شايفيني ما بعملش اي ضايع بالظبط فالموضوع ده كان صعب جدا و يعني كنت لكن انت الدنيا في دماغك مظبطه لا طبعا انا انا بهرب في الشغل عشان عارف ان انا طول ما اشتغل اكتر هوصل كويس. يعني لو واحد عمل حاجه يبقى في نسبه 50% انه يوصل بس لو ما عملش عمره ما هيوصل عمره ما هيبقى فيه اي نتيجه كويسه تمام ف جمعت 2000... مبلغ اه في 2018 بقى كنت جمعت المبلغ على مدار سنه ونص تقريبا آه، وسافرت تاني بس انا اللي اخترت الجامعه اللي انا هروحها رحت جامعه المدينة... مختلفه اه وابتديت من الاول خالص هندسه بالظبط اخترت المدينه بناء على أنها هي العاصمه الصناعيه الروسيه زي ما بيسموها آه. وفي جامعه هناك لها تصنيف عالمي كبير جدا قدمت لهم اوراقي قبلوني وسافرت على طول أه وانا بعمل اجراءات الفيزا بتاعتي لقيت ان في يعني عند السفاره وعند القنصليه ناس منصوبه عليها من شركات مم. فالناس المنصوبه عليها من شركات دي يعني اخذوا منهم فلوس كتير جدا عشان يسافرهم للجمهانيه آه ومقدم لهمش خدمات فالموضوع ده بدات إن طب ما انا عملت الكلام ده لنفسي يعني طب بدات ان انا اساعد ناس الاول من غير فلوس بعد كده بقى الموضوع ياخد مني وقت فبدات ان لا الموضوع هي اللي. لو انت في روسيا وانا في روسيا بقى كنت آه. لسه واصل على طول أه بدا الموضوع يقلب بزنس بدات اساعد ناس ان هم يسافروا ثلاثة اربعة طلاب بعد كده خمس ستة طلاب بعد كده بقت مجموعه لحد ما وصلت ان انا بقت اكبر شركه هناك لا يعني بقى عملت وكاله للجامعه وبعد كده بقيت وكيل لاكثر من جامعه روسيه بعد كده عدد كبير بعد كده الجامعات هي اللي تكلمني بقت اكبر شركه بتودي طلاب عرب في, في جامعه اورال عرب اه في في مدينه الاورال كمان مش في جامعه اورال الفدراليه بس يعني ف... فبدات ان احنا يبقى لينا اسم كويس هناك وعملت علاقات ليك اسم مرتاح ماديا يعني بقى بتشتغل بتدرس يعني انا كان الهدف الحقيقه ان انا الاول لما ساعد الطلاب ان انا ايه يعني اساعد نفسي في مصروفات الدراسه تمام وبدات الجامعه يعني انا فاكر في اولى جامعه حصل حاجه كويسه جدا يمكن مش ب... مش هنا بتحصل في مصر كتير يعني او بنفتقدها شويه عندنا في مصر شويه حته الانا شويه اول ما دخلت اولى تخصص بتاعي في هناك في ميكاترونكس لقيت ان قلت للجامعه انا مهتم بالبحث العلمي وهكذا وعندي فكره يعني عندي ابتكار ومنفذه بالفعل فعايزكم تشوفوه يعني فقعدوني مع ناس ما انا مش عارف الناس دي مين انا فاكر بس بيدردشوا معايا يعني قعدوا قعدنا واتكلمنا وفضلوا يسمعوا ويسالوني اسئله كتير جدا لهم فيديوز و... ويسالوني حاجات تانية واجاوبها لهم أه بعد كده لقيت واحده هي رئيس القسم هناك اخذتني من ايدي وراحت بتقول لي بص البروتوتايب ده ده المشروع انا عاملاه بيهدف لنفس الهدف اللي انت عايز توصل له بس انت مشروعك احسن مني بكتير لانه بيوفر وقت وبيوفر تكلفه كبيره جدا. ف تعالى اشتغل معايا. اه بالظبط فبدات ان هي بقى ترشحني لمعارض علميه امثل انا في معرض كان هيقام في دبي ملتقى عالمي خاص بالمبتكرين والمبدعين وهكذا. روسيا كان مشارك منها الجامعه دي بس ومن الجامعه دي كنت انا اللي هشارك فرشحتني كمان ان انا شارك في حاجه مبادره رئاسيه في روسيا ان انا شارك امثل الجامعه هناك برضو. فبدات ان هي فعلا تدعمني لحد ما تقريبا دخلنا على 2019 و 2020 وكورونا فبدات الحاجات دي كلها تقف تاني فبدات ان انا ازود وقتي اكتر للشغل ان انا ادعم نفسي خلاص بقى يعني انا ما حل تاني انا لازم اكمل في المكان ده ولازم طبعًا. اكمل دراستي. فبدانا ان انا يعني اقترح على الجامعه لقيت الاول لقيت ان في الناس اللي هناك مش بس الشركات ممكن تنصب على الطلبه فلوس بس ممكن لما طالب يوصل هناك المطار انا قابلت بنت مصريه واقفة في المطار بتعيط علشان في حد من الشركه اللي بعتينهم دول ما عندهمش ضمير يعني قال لها التاكسي ب 200 دولار والتاكسي ما يكملش 5 دولار حرفيا لازم تدفعي قالت له انا دفع لكم عمولتكم وفلوسكم وهكذا قالت له انا مش معايا تاني هو سابها ومشي على طول بره سالب 20 البنت ما تعرفش تتكلم روسي وقاعده في المطار فده كان موقف بعدها بكام يوم كده لقيت أنا كنت بجيب طلاب، فلقيت يعني تليفون جاي لي من الهوستل اللي فيه طالب تبعي ساكن فيه، فبيقول لي محتاجينك تترجم للطالب ده مع البوليس، فجريت طبعاً عليه أفهم فيه إيه، لقيت الولد يعني تعلمت اللغة الروسية إزاي الأول؟ ما هناك بقى أنا مع من عشر الأم يعني، آه. <applause> ودرست سنة تحضيرية في الأول، اتعلمت فيها اللغة الروسية. فانا يعني بدات ان انا الطالب ده افهم في ايه لقيته اليوم اللي قبلها قعد مع واحد روسي تعرفه سهروا مع بعض وضحكوا وخلاص افتكروا ان هم اصحاب ثاني يوم بيطبخوا الولد شغل اغنيه مصريه وماسك سكينه وبيرقص كده عادي اكنها زي المطوه في مصر بيرقصوا بيها كده في الافراح الشعبيه فالراجل الروسي اتخض طبعا وطلع يجري وبلغ طبعا. البوليس وبتهدد بالقتل يا جماعه يهديكم يرضيكم ده بيهزر ده لحد ما اتفقتوا وحلينا الموضوع بس لو انا خرجهم على الفيديوهات بتاع السيوف عملت كده آه. فيعني فعلا لو مثلا ما فهمتهمش الوضع بشكله الصحيح كان ممكن يبقى في الولد ده ممكن يطرح على اقل تقدير فمن هنا بدات ان انا افهم لا الطالب المفروض قبل ما يجي درس السنه التحضيريه دي في روسيا لازم يدرسها في مصر الاول ده كنت في سنه كام في الجامعه؟ في كنت في سنه ثانيه جامعه مم. فبدات ان انا اكلم مع الجامعه اقول لهم يا جماعه ايه رايكم؟ احنا دلوقتي عندنا خبره كويسه في ان احنا نجيب طلاب عرب وهكذا يدرسوا في الجامعه، ايه رايكم ان احنا نفتح مركز للسنه التحضيريه في مصر؟ والطالب يبقى مسجل عندكم هناك على السيستم بتاع الجامعه بس مقر دراسته في مصر، تبعتوا له الدكاتره الروس من عندكم يدرسوا في مصر، آه الشهاده اللي في الاخر ياخدها تبقى انتوا اللي تجيبوها وتدوها له، تبعتوا وفد يسلمها له في مصر. تمام اول طالب لما يسافر روسيا ياخدها يدرس بالكامل في مصر يبقى دراسته الاولى السنه التحضيريه فقط انا بدات وبعد كده يروح وبعد كده يروح يبقى رايح مؤهل فاهم الثقافه اتعامل مع روس عشان يخسر الحاجز بتاع الثقافه وفهم طباعهم وتعاملهم اتعلم لغه عشان لما يروح هناك ما يلاقيش شركه طبعا وعملت المركز في بقى التراخيص في مصر كان تجميد مش عارف عشان اللائحه بتاع مراكز التدريب بتعمل ايه بقى بدانا الحمد لله ماشيين في الاجراءات دلوقتي. لغايه دلوقتي. اه يعني خلاص بدانا نقبل طلاب يعني ف فلقينا ان ايه عندنا كمان آه بعدها بشويه قلت لهم يا جماعه ايه رايكم آه الطلاب دول بدل ما يجوا روسيا اصلا لان لقيت مشاكل كتير الطلاب بتعملها هناك ايه رايكم نفتح لهم فرع في مصر؟ فبدات ان انا اعملهم ده وانت في سنه كام؟ ده وانا في سنه ثالثه. في ثالثه قلت لهم نفتح فرع نفتح فرع في مصر ف كنت بتتكلم مع مين في الجامعه يعني دي حاجه عايزه رئيس الجامعه علشان ما يس... انا وصلت بقى رئيس الجامعه وبدانا نتكلم الاول كنت بكلم مع... مع قيادات في الجامعه هو أيه. القيادات دي طبعا ان انا اقترح عليهم فكره فهم عايزين انا اديهم يعني ايه المشروع ده هيتنفذ تحت الاداره بتاعتكم ويلا بينا وهكذا فدي حاجه تحس ان هم بيقدموا شيء كويس لل... عايزين يقولوا لرؤسائهم احنا عندنا اوفر من كذا وهكذا فبيكلم طبعا القياده اللي فوقيه لحد ما وصلت لرئيس الجامعه، بدات ان انا اتكلم معاه داخل عليه كل ثقه في واحد اثنين ثلاثه عندنا والدراسه بتقول كذا والجامعه دي لو عملت في مصر هتلاقي عدد طلبة بيدرس مش اقل من كذا وعلى فكره القانون المصري اللي اقره مجلس النواب في 2018 بيقول ان انت لو نزلت مصر كفرع للجامعه بتاعتك بنفس المسمى بنفس النظام التعليمي بنفس كل شيء فانت حتى هتقبل الطلاب بدون تنسيق انت تنظم لهم امتحانات قدرات فالطالب م. بدل ما يجي في روسيا ويعمل لك مشكله وازعاج اللي انت بتقول عليه بسبب الثقافه وهتاخد عدد كبير وهتنقل ثقافتك الروسيه آه يعني وطبعا احنا في مصر كمان مش هنخرج مجموعه كبيره من الدولارات بره البلد وعمله صعبه وعاوزين الشباب عندنا طبعًا دي حاجه مهمه جدا اصل م. اللي احنا بنتكلم ان الشباب دلوقتي هنا بيصرفوا لما يجوا سافروا بره مصر بيصرفوا بالعمله الصعبه طب وهم لما بياخدوا الفلوس هياخدوها هنا بياخدوها بالجنيه المصري لا بس هياخدوا مثلا نسبه 20% بدل نسبه 100% فاحنا كسبانين وأنتوا برضو كسبانين يعني احنا مثلا هو مصر السائح ده لما بيدخل مصر هو بيدفع الفلوس للحكومه لا هو بيدفع بيغير في البنك بيدفع في اي خدمات فاحنا كلنا مستفيدين بنوفر على اولياء الامور عبء كبير جدا للتكلفه بن بننقل كمان الحاجات دي في العلم ده جوه مصر فانا انا بس عايز اوضح انا مش رئيس جامعه روسيه يعني أه. انا مش رئيس وطبعا في مصر طبقاً للقانون المصري رئيس الجامعه ده لازم له مؤهلات أه. معينه ومش دكتوره بس يعني استاذ دكتور وله شكل معين وبيصدر له قرار من رئيس أه. الجمهوريه ايه انا تقدر حضرتك تقول بشكل رسمي لحد اللحظه دي لحد مشروع انشاء جامعه اورال الفدراليه في مصر انا الممثل الرسمي لجامعه اورال الفدراليه في مصر مدير مركز الاورال التابع لجامعه اورال الفدراليه ده المسمى الحالي طبعا لما الجامعه ان شاء الله تنزل احنا هيكون لنا نصيب امتى في الاداره هتفتحوها فين؟ عايزين نفتحها في الصعيد خلاص العاصمه والقاهره واسكندريه تشبعوا من الجامعات الدوليه آه. ويعني وال وال والناس اللي بتستهدف في روسيا بيبقى عدد كبير جد جدا منهم من الصعيد الناس اللي معاهم البادجت ان هم يدفعوا الرسوم الدراسيه في روسيا او ان هم اغلبهم من الصعيد آه يعني بيبقوا عدد كبير منهم من الصعيد فانا يعني بصراحه موافقت على الفرع بدانا ان احنا من روسيا خلصنا جزء لا كبير هنا. هنا طبعا لسه احنا نفسنا بنبحث عن قطعه الارض اللي احنا نعمل عليها دي في كمان الاول عملنا خطه كده يعني خريطه الطريق ان احنا هننزل استضافه على جامعه وعندنا اكتر من من عرض يعني من جامعات موجوده في مصر ان احنا ننزل نبقى استضافه عندهم وده متاح طبقا لقانون الجامعات المصريه يعني إنشاء الجامعات الاجنبيه في مصر الحاجه الثانيه بدانا نعمل بروتوكولات تعاون ما بين الجامعات الروسيه على علاقتي بقى هناك برؤساء الجامعات دي بدات ان انا اوصلهم هنا في مصر بجامعات مصريه بدات السفاره الروسيه كمان والمراكز الثقافيه الروسيه في مصر ان هم ينسقوا الموضوع ده بشكل كبير معانا ودايما بيتابعوا بنجهز الملف اللي, اللي احنا خلاص هيدخل وزاره التعليم العالي ما عرضوش عليك انك تشتغل معيد هناك وتكمل دراسه انا بدات فعل بالفعل ان انا ماجستير هناك بتاعي و... في وهم كلموني ان انا اشتغل جوه الجامعه بس مش في شكل معيد هم عايزين اشتغل يعني حاجات ليها علاقه بالاداره يعني بشكل اكبر ووصلت الجامعه باماكن كتيره بره روسيا حد بيتواصل معاك هنا يستفيد. من دماغك دي الحقيقة خالص يعني خالص. <applause> يعني بي بي بيتصل رجال اعمال علشان طبعا يستفادوا من موضوع فرع الجامعه ونفتح عندهم ورؤساء جامعات او اصحاب جامعات مصريه يعني م. علشان برضه يستفادوا من الموضوع ولكن يعني هم عايزين يخرجونا بره المعادله خالص وعايزين ان هو الموضوع يتم بسياساتهم هم وبطريقتهم هم واحنا عايزين نحمل الفكره وعايزين الفكره تبقى تنفذ بشكل بنفس الشكل اللي احنا عايزينه هناك طبعا العائد المادي مهم جدا جدا للموضوع ولكن ما ينفعش ياثر على الكواليتي بتاع التعليم اللي احنا هنقدمه وعلى التعليم في تعليم عالي يعني مستواه مرتفع مستوى مرتفع جدا جدا بس 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 نوع الطالب اللي هيدرس هناك ايه م. يعني احنا الجامعه بتقدم لك كل حاجه بتقدم لك حتى الفرص اللي بعد التخرج بتقدم لك كل الامكانيات اللي انت ممكن تحتاجها جوه الجامعه يعني في طالب مصري هناك عمل زي دراع لل لذوي القدرات الخاصه ان هم آه. يقدروا يتحكموا يعني دراع صناعي يعني بحركات باشارات المخ وهكذا فبدا ان يعني هناك مصري. خد دعم كبير آه طبعا اخذ دعم كبير جدا من الحكومه الروسيه واعلاميا وكل حاجه ونفذ ده يعني. نفذوا بالفعل هناك م. فيعني يعني انا بقول لحضرتك اقل ما فيها ان ان رئيس جامعه ومش جامعه واحده اكتر من جامعه هناك تقعد معايا ونتكلم وما يفرقش معاهم سن لا وهو يفرق معاهم الاوفر اللي متقدم لهم ده والدراسه بعد كده اللي متقدمه لهم دي وان الشخص اللي بيتكلموا ده بيعمل فعلا اللي بيقوله فهو خلاص بيبدا ياخد معاه خطوات خبرتك كنت جاي من مدارس حكومه وكملت للاخر وسافرت بره ودرست في الجامعه هنا هي ايه المشكله عندنا في الجامعة المشكلة عندنا في, في بعض الجامعات هي المشكلة الحقيقة ممكن ما تبقاش في الجامعة بس هي المشكلة في في المناخ المناخ العام الطالب اللي بيدخل مدرسة أو بيدخل جامعة حتى لو هيتعلم جوه بشكل معين فبيطلع بره المجتمع مختلف ممكن يدرس في الجامعة بشكل معين بيطلع سوق العمل بحاجة ملهاش علاقة باللي درسه في الجامعة م. الجامعات ما بتشتغلش على فكرة تأهيل الطلاب لسوق العمل وعجبني قوي الجامعات التكنولوجية اللي اتعملت جديد يعني اللي هي فكره ان يبقى في جامعه تكنولوجيه وتغذي آه. المصانع وهكذا الموضوع ده حلو جدا بس ده في جزء في, في اتجاه واحد عايزين بقى باقي اتجاهات التخصصات يعني عندنا الطالب بيتخرج من الجامعه في مصر بقى عايز يشتغل مدير بعد ما يتخرج على طول الطالب حتى ما بيبقاش عارف ايه المطلوب للشغل للوظيفه اللي هو عايز يتقدم ليها ما يعرفش حتى مش عارف إيه علاقه دراسته بالوظيفه اللي هيتمع. وما يعرفش هو المفروض يبقى واصل لحد فين ما يعرفش م. هو مؤهلاته المفروض تبقى فين ما يعرفش الناحيه العلميه اللي عنده او قدر المعرفه اللي عنده المفروض يبقى واصل لحد فين دي بتبقى ازمه كبيره جدا وبتخلي الشباب تحبط على فكره اللي بيدور بيلاقي هو دي معروفه اللي بيدور أي. بيلاقي الشباب عندنا كمان ما بتدورش عندنا الطالب في المدرسه او في الجامعه بيدخل حتى لو احنا هنعلمه قيم معينه بيطلع بره المجتمع مختلف عنها كتير او البيت مختلف عنها كتير يعني احنا مش مش مترابطين المناخ العام مش 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 مترابط مش, مش واحد مش بيئه واحده انت لو بتعلم ابن حضرتك في البيت عن قيم كويسه وما تعملش واعمل يا حبيبي وكذا يطلع بره يصطدم بمجتمع غريب جدا مجتمع مع اطفال صغيره ممكن تلاقي طفل في تانية ابتدائي وفي كيجي كمان وعلى فكره وبيحشش يعني متاسف والله العظيم شفتها تلاقي واحد في الجامعة كل اهتمامه في الحياة ملوش أي علاقة هيعمل إيه بعدين ولا هيتدرب إزاي دلوقتي ولا يأهل نفسه إزاي دلوقتي طب إيه المصانع اللي عندنا اللي بتطيح تدريبات للطلاب الموضوع دلوقتي بدأ يبقى معهم بيزنس كمان على فكرة ما بقاش تدريب كده هم يعني مش عارفين ان الطالب ده يعني هو هيرجع لهم في الاخر هو اللي انت بتدربه دلوقتي ده هو اللي هيشتغل عندك بعدين هو اللي هيزود لك الانتاج بتاعك بعدين هو اللي ممكن يطلع لك فكره بعدين توصل الارباح بتاعتك دي تضاعفها او تخليها في حته تانية خالص فين الدعم مثلا للصناعات البرمجيه يعني هنلاقي اكبر شركات في العالم هي شركات تكنولوجيه اي 100% على التكنولوجيا طب احنا عارفين الحل هل ياخدوا ما... المصريين دلوقتي كتير من خريجي جامعات زي الجامعه الالمانيه وخلافه بيسافروا بره حضرتك أو... الشركات دي كلها هتلاقي وسطها كوادر ماسكين مناصب كبيره جدا منهم مصريين آه. طب هل حضرتك مش معاك الامكانيه انك تعمل هو يعني فيسبوك ولا المنصات بتاع التواصل الاجتماعي هي بدات ازاي؟ بدات بدعم ماديه هل احنا كدوله مش معانا فلوس لده؟ هل رجال الاعمال في مصر مش معاهم فلوس يستثمروا في نعم. يعني ده طب انا والله حضرتك البنوك دلوقتي هل مش هتقدر تدعم حاجات زي دي طب ماشي احنا دلوقتي حتى لو معانا الفلوس هل احنا مؤهلين بقى ان احنا نعمل ده طب الناس اللي جوه اللي هي ممكن تبقى مؤهله هل انت حاولت تدور عليهم بطريقه صح ان انت تجيبهم طب انت لما جبتهم فعلا ولقيتهم هل انت عملت معهم؟ معاهم بطريقه صحيحه مم. طب هل القانون بتاعك يسمح بده هل القانون بتاعك يسمح ان انت تقدر تعمل النوع ده من من الـ من البيزنس او من الشركات او غيره طب انت عارف حضرتك لما يبقى عندنا منصه مثلا تواصل اجتماعي وزي فيسبوك في مصر عارف الدخل اللي هيوصل لمصر هيبقى قد ايه هيفرق معانا اقتصاديا قد ايه لو احنا حاولنا في مره نعمل فعلا يعني مصنع للسيارات المغرب دلوقتي شوف وصل لفين في صناعه السيارات هل احنا ما عندناش الامكانيات هل ما عندناش كنا اول حد في المنطقه كلها يصنع عربيه زمان النصر و... زمان أه؟ احنا زمان كنا اول حد يعمل كل حاجه أيوة. في في السينما في في الصناعات في كل حاجه كنا زمان هل احنا زمان غير دلوقتي هل الناس مختلفه يعني هل اللي بره ده احسن مني في حاجه هو مش احسن طب هل التعليم بتاعه احسن مني يمكن يكون طريقته احسن بس في الاول وفي الاخر على فكره احنا بندرس نفس العلوم اصلهم مش هيخترعوا هنا أيوة. علوم غير اللي هناك يمكن بتقدم بطريقه غلط يمكن بنتعامل معاها بطريقه غلط بس هو في الاول وفي الاخر انتوا كم طالب بتبقوا في وانت في الجامعه كده كم طالب في السكشن في الجروب بتاعي 30 طالب بكتير يعني هنا بيقعدوا 3000 في المحاضره وحاجات كده يعني انا كلية حقوق انا في مره حضرت محاضره مره حضرت أه. محاضره كان 5000 طالب بيقولوا أه. الدفعه بتاعتنا 5000 طالب أه. فانا مش فا يعني مش مستوعبها يعني ايه 5000 طالب كده بقى ادخل على التجاره ادخل على كله كله الاعداد كده في الليمون فاه فيعني فاحنا بنتكلم في طب التنسيق فكره التنسيق عندنا في مصر يعني هو التنسيق ده على فكره لنقص المقاعد الدراسيه عندنا أه. يعني انت ازاي عايز اصلا تبني دوله وانت مش عندك جامعات كفايه مش عندك ان انت تاهل معاهد مع التكنولوجيا والفنيه ولازم كله يدخل جامعات ما هو ده بقى من المناخ لان برضو المناخ مسلط لنا ان الجامعات دي آه آه الجامعه غير خريج معهد وعلى فكره ده مش مش من الطلبه بس ومش اولياء الامور رئيس الجامعه الحكوميه بيتعامل مع رئيس الجامعه التكنولوجيه انه اقل منه م. ورئيس الجامعه التكنولوجيه ممكن يتعامل مع رئيس المعهد انه اقل منه فيعني هو هي ثقافه هو هي ثقافة هو مناخ عام عندنا هو ده احنا فاحنا محتاجين ده هيتغير ازاي محتاجين قوانين تلزمنا تلزمنا غصب عننا شوف اللي بيحصل في دول دوله زي الامارات لما تغلط هيحصل فيك ايه تبقى يعني الحريه حاجه والرقابه انك ما تتجاوز يعني مش هنقول حدود ولكن ما تتجاوز الحاجات اللي ممكن تضرك انت شخصيا دي حاجه تانية خالص انا وقت خلص من شوية بس انا مستمتع بكلامك ومستمتع بكم الافكار والضخ اللي انت بتعمله توصيفك للازمه والمشكله عقليه مصريه شاب ب 26 سنه ممثل جامعه اورال في الروسيه في مصر عنده افكار كتير ويعرف ناس كتير نجحت وبتنجح ومصريين اتمنى ان في حد يكون سمعنا ويقرر ان يستفيد بهذه العقول يعني مش لازم روسيا اللي تستفيد بيها بس احنا موافقين روسيا تستفيد بس احنا كمان نستفيد احمد عاطف بهيج المهندس النبغه شكراً نورتني شكرا انا محضرتك. بشكرك جدا سعيدني حضرتك النهارده شكرا ربنا يخليك هنطلع أنا فاصل انا عايز اوجه دعم الشكر الاهلي ولازم لازم يعني والدي والدتي واخواتي وزوجتي يعني دعموني من في بلدي واضح انها متنوره ووالدك انا شايفه معاك خطوه بخطوه طبعا ومراتك اللي خدتها من روسيا وجيت طبعا <applause> هم الحقيقه يعني من غيرهم ما كنتش اقدر اعمل اي حاجه في حياتي حد طبعا طبعا انا بشكرك جدا شكرا لحضرتك هنطلع فاصل هسيبكم على تقرير بيكشف الوجه القبيح للكذب الكذب اللي روجه أو روجته إسرائيل وابتلعته شخصيات ابتلعوا شخصيات ورؤساء دول ثم تبين أنه كذب في كذب بعد أن شكلوا رأي عام عالمي ضد القضية الفلسطينية بعدها هستقبل زميل العزيز هيثم نبيل الناقد الرياضي الكبير انتظرونا اهلا وسهلا بحضراتكم موعدنا الان مع فقرتنا الاسبوعيه الرياضيه مع زميلي العزيز الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ هيثم نبيل مساء الفل هيثم مساء الفل استاذ العزيز اهلا إيه؟ وسهلا طيب مسائل. خلينا احنا في مرحله المنتخبات يعني مصر عندها ماتش بكره مع الجزائر ولعبه ماتش ودي مع زامبيا والمنتخبات كلها بتلعب الافريقيه شايف تونس اتغلب تربعة 4-0 من كوريا الجنوبيه <applause> المغرب اتعدلت احنا <applause> وضعنا ايه على خريطه الكره الافريقيه والله احنا وضعنا زي ما احنا احنا وضعنا اللي هو احنا المنتخب بتاعنا في الترتيب الخامس تقريبا أي. كمنتخب يعني لكن لو عايز تعرف المنتخب بتاعنا فين لازم ترجع للكوره بتاعتنا هي رايحه فين أي. فاحنا كنا عاملين حاجه بسيطه كده عشان نقول للناس عشان من ساعه ما اتقال ان ديربي جده اهم من ديربي القاهره وحصل أي. الفيلم اللي احنا شفناه كلنا واللي طلع قال لك غصب عن عين اي حد احنا الاقوى واحنا اهم حاجه عشان تحل اي مشكله عندك انك تفهم مشكلتك فين طيب <applause> انت مجهز لنا نفهم المشكله يا ريت يعني طب يلا هتبتدي <applause> منين المشكله هنبتدي بنقول الدوري بتاعنا هو فين في وسط الدوريات الافريقيه آه. مش حاجه ناحيه الدوريات العربيه ولا العالميه تمام. هنتكلم على الدوريات الكبرى في العالم أي. دي مثلا دي من من المواقع اللي هي مسؤوله عن انها تقول لك قيمه اللعيبه اللي موجوده في كل دوري هتيجي تبص على الدوري المصري كده قيمه اللعيبه عندنا 156 مليون يورو تمام. 156 مليون يورو دول بيع لعيب 572 بيمثلوا 18 فريق تمام كويس قوي كده عدد اللعيبه المحترفه 104 لعيب عندنا في الدوري المصري خليك بس فاكر الرقم اللي هو مع 156 تمام. مليون يورو جنوب افريقيا 153 مليون يورو وعندهم 16 فريق ايوه المغرب المغرب 116 مليون يورو الجزائر 88 مليون يورو تونس 77 مليون يورو ده قيمه اللعيبه اللي كل بتلعب كلهم قبلنا ما عدا جنوب افريقيا احنا قبل جنوب افريقيا احنا اه لا احنا, احنا الاول احنا الاول احنا اول واحد فيهم احنا اعلى حد في اه ده في الفلوس انا آه. بتكلم في الترتيب آه اوكي احنا اعلى حد في في المساله تمام نخش بقى على عشان نعرف قيمة كل بطولة عاملة ازاي طيب يعني احنا مثلا عندنا دي دي بتاعة اوروبا قبل ما نخش على بتاعة اوروبا دي خلينا نتكلم آه. على قيمة كل بطولة هاتوا قيمة, قيمة كل بطولة كل تسويق بطولة أي التسويق بتاع كل بطولة ايوه لا ده اللويالتي بتاعه الجماهير اللويالتي بتاعه لا الفانز لا يا جماعه ركزوا معايا لو سمحت <applause> مش دي تعالى نرجع لا نرجع بس للصوره اللي هي بتاعت تقييم الدوري المصري او قيمه التسويق بتاع الدوري المصري اه اقولها لك انا عشان أقول. <applause> طيب قيمه تسويق الدوري المصري اللي هي مكتوبه في جرايد بره وفي مواقع بره 10 مليون و160 مليون دولار 10 مليون 10 ده ده الراجل اللي هو المين سبونسر بتاع الدوري المصري ما حسبناش احنا كل الناس الباقيه اللي هي النيل اه 10 مليون ده المكتوب بره 10 مليون 160 مليون دولار اه تمام كده 10 مليون اه ده القيمه التسويقيه بتاعه البطوله اللي تمام. هي التسويق بتاعه تيجي بقى لبطولات مثلا زي المغرب هتلاقي ان مثلا تسويق الدوري المغربي قيمته 165 مليون يورو مروكو اه 165 لا ده نفس ده ده نفس, دا الـ نفس الـ 165 مليون يورو متوقع فيهم ان هم يبيعوا 165 وستين مليون مليون يورو واحنا 10 واحنا 10 مليون دولار اي تمام الى جانب بقى ان الدوري المغربي وهو الرقم واحد في افريقيا يعني م. بيشاهدوا 2 مليار بني ادم في العالم الدوري المغربي الدوري المغربي 2 مليار ده ده بني سكان ادم في العالم سكان المغرب الشقيق انت بتتكلم في 38, 38 مليون 38 او 8 أو حاجه و40 مليون مثلا ماشي. يعني فبيشاهدوا 2 مليار بني ادم في جميع انحاء العالم هنقول منهم كتير مغاربه في فرنسا واسبانيا ما احنا عارفين وكتير. عدد المغاربه يعني في النهايه المهم ان ده القيمه بتاعته وصلت لهذا الرقم في رهانات عليه؟ اكيد ما كل البطولات فيها رهانات حتى مصر يعني اه طبعا طبعا طيب. هنجيب لها في حلقة تانية طيب. الدوري الجزائري قيمته التسويقية 81 مليون يورو الدوري الجزائري 81 مليون يورو الدوري الجنوب أفريقي 130 مليون يورو ايه الارقام اللي انت دي القيمه التسويقيه اللي هي بتاعت البيع بس احنا ما قلناش الباقي ايوه فاحنا لو جينا على الدوري المصري عشان بقى نقعد نضحك مع بعض شويه بقى لما تيجي تقول طب الفلوس اللي احنا بندفعها في اللعيبه اللي هي القيمه التسويقيه بتاعت اللعيبه أيوه اللي هي 156 مليون يورو أيوه وقيمتنا احنا التسويقيه بتاعتنا 10 مليون أيوه طب قيمه البطوله نفسها قد ايه؟ ايه؟ اتنين مليون جنيه <applause> يعني الدوري يعني اه اللي بيكسب الدوري بياخد مليون اللي هو خلاص بقى الحمد لله بقى اتنين فتحت بقى عليهم بقى يعني له 2 مليون جنيه وندهم له فيه اللي ايه؟ كل فرقه بتدفع قد كده طول بتدفع السنه تعالى بص على عشان تاخد 2 مليون بقى. عشان 2 مليون جنيه فتيجي تبص آه. بقى للصوره طب اه في المغرب بياخدوا ايه؟ في ال... ما عنديش التفصيله آه. دي بس هقول لك على حاجه مهمه جدا في الموضوع ده تعالى نشوف مين اعلى نادي في افريقيا اعلى آه. نادي في افريقيا قيمه هنلاقيه النادي الاهلي. ايوه. تخيل انه لولا لو وجود النادي الاهلي في مصر كانت الكرة المصرية ليس لها وجود من 20 سنة. بمعنى آه. ان احنا هو النادي الوحيد اللي بيوصل ان هو يفوز ببطولات افريقيا بيروح يمثلنا في بطولات العالم فكل وبي... دي نقط بتتحسب. وفلوس. وفلوس. يعني هو عنده الحق ان هو يبدا يجهز في نفسه ويدفع فلوس زيادة عشان يعرف ينافس في المنافسات اللي هو بينافسها أيه. فتخيل انت دون وجود النادي الوحيد هذا النادي في مصر الوحيد بقاله 20 سنه صحيح. اللي فاز بدوري الابطال ايوه تخيل انت لو سحبنا النادي الاهلي يبقى مفيش فيش مصر يبقى مفيش كره في مصر لو سحبنا النتائج اللي حققها منتخب مصر مع الكابتن حسن شحاته خلال ال 20 سنه اللي فاتوا مش هنلاقي كره في مصر فلما نيجي نتكلم بقى طيب التسويق بتاع الدوريات العالميه دي مش العالميه الافريقيه للاسف أي. الافريقيه اللي احنا بنتكلم فيها دي قايم على ايه يعني الراجل لما يجي يروح مثلا تيجي قناه زي يورو سبورت او سكاي سبورتس عايزه تزيع الدوري المغربي مثلا أي. فبتبص على ايه اول حاجه اول حاجه جوده الصوره الصوره اللي بتتنقل للناس دي ايه تاني حاجه الجماهير الجماهير دي شكلها ايه تالت حاجه الملاعب الملاعب دي عامله ازاي رابع حاجه التنافسيه بين الفرق عامله ازاي هنيجي لو بصينا للكلام ده دي قيمه النادي الاهلي النادي الاهلي قيمته التسويقيه 31 يعني قول 32 مليون يورو يليه على طول سان داونز ويليه الزمالك آه. تخيل بقى ان احنا في التقسيمه دي الزمالك بقاله 20 سنه لم يفز ببطوله دوري ابطال آه. افريقيا الاهلي بيفوز سان داونز ما بيكسبش بطوله او دوري ابطال افريقيا من 2016 ايوه اذا فانت عندك النادي الوحيد اللي بيساعد على ان الكره المصريه يفضل ليها اسم بالارقام كده هو النادي الاهلي تعالى بقى نبص على حاجه مهمه قوي زي ما قلت لحضرتك ايه الحاجات اللي هم بيبصوا عليها في التسويق التنافسيه والجماهير طيب مداخيل الجماهير في مصر قد ايه صفر 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 م. لو جينا حسبنا ال 10 مليون دولار اللي هم التسويق اللي هو التسويق أيوة. بتاع مصر ده وقلنا ان احنا هنحسبه بالتساوي على كل فرق الدوري تتخيل كل فريق يطلع له كام يطلع له 17 مليون 17 مليون جنيه مصري جنيه, مصر. جنيه مصري جنيه مصري تمن لاعب ما يجيبش تمن لاعب ده ما يجيبش جو... جا... تمن 8... 8... 8... اللاعب اللي شاريها الزمالك قال لي فيهم ب 20 مليون يعني المبلغ كله هيطلع 550 الف دولار سبعة 17 مليون جنيه 550 الف دولار فتخيل امال الانديه دي بتغطي نفسها منين؟ ده السؤال بقى اللي احنا لازم نساله يعني الاهلي اهو بياخد شويه بطولات وبي... وعنده سبونسرز او عنده سبونسر. رعاه ايوه طيب حتى لو احنا عندنا الرعاه وبيدفعوا أكتر من ال 10 مليون بيدفعوهم ليه؟ يعني ايه المنتج؟ هل في قناه بتشوف الدوري المصري غير المصريين؟ هل في أي قناة واخدة حقوق؟ لا بث الدوري المصري؟ يبقى أنت محلي، ها. يبقى أنت بتاع هنا، إحنا قاعدين آه. هنا. ليه إحنا بنقول كل الكلام ده؟ ويبدو إن هو كلام يعني شديد اللهجة شوية. أيوه. ليه بنقوله؟ عشان مثلا لما نيجي نقول هات بقى الصورة اللي هي بتاعت الدوريات العالمية عشان نوريك بقى إحنا فين؟ أيوة ده الأزرق ده، ده البريميوم ليج اللي هو الدوري الإنجليزي. م. تخيل قيمته التسويقية قد إيه؟ ستة آلاف وشوية يعني داخل على سبعة آلاف مليون سبعة آلاف مليون آه يعني يعني سبعة مليار أي يورو أي ودي بقى بعد كده تيجي الليجا الأسبانية والبندز والسيريا إيه والليجا إيه ده بيجي بناء على إيه زي اللي احنا قلناه برضو على الدول الأفريقية هو قايم كله على هي الرياضة دي الصناعة دي بتعمل إيه ما هو الصناعة دي بتشتغل إزاي تشتغل إن في ملاعب كويسة في اتش في جمهور في اتش دي بينقل نقل حلو. رائع اه في جمهور بيروح الجمهور رايح يستمتع مش رايح يتعذب مش أي. رايح يتبهدل مش رايح يتهان مش رايح يتعمل فيه أي حاجة من اللي إحنا بنشوفها دي فتيجي في الآخر هو بيروح عشان يشوف حاجة إحنا ما الرقم ده ده يساوي ميزانية مين؟ ده ميزانية كام دولة في بعض؟ مم. الستة مليار ومش عارف كام دول ده دي دي ميزانيات دولة دي قايمة على إن دلوقتي الدوري السعودي بينقلوا اربعين قناة عالمية مم. ليه؟ عشان هما شغالين مش هخش أنا مش داخل في منافسة أو مش مش حاطط السعودية ليه في المقارنات دي لأن الفرق كبير جدا في الماديات آه. كبير قوي لكن أنا حاطط الناس اللي هم عندنا أيوة. أو قدنا وظروفهم زينا أو و... زينا شوية أيوه. كلهم بيصرفوا أقل وتسويقهم أعلى يبقى دي أول نقطة لو أنا مسؤول عن الرياضة في مصر أو مسؤول عن الكورة في مصر، هجيب الناس يا جماعة، تعالوا يا جماعة، ما الأرقام دي معلنة، الأرقام دي مش أنا جايبها من دماغي، مش أنا عبقريين يعني، الأرقام دي موجودة في كل حتة، طب تعالوا يا جماعة الأرقام دي إيه؟ وليه الدوري بتاعنا بهذا الشكل لحد دلوقتي؟ تعالوا نشوف إيه المشكلة، المشكلة فين؟ هل المشكلة إن عدد الأندية الجماهيرية مش موجود؟ مثلا عندنا ست فرق مثلا أو سبعة هما الفرق الجماهيريه طبعا تبقي شركات والانديه الشعبيه دي والصوره دي مهمه جدا بقى ده برضو الجمهور في الحتت دي في اللي هي افريقيا وشمال افريقيا اه عدد الجمهور اللويال فان اللي هو الراجل اللي ممكن يروح الملعب ويشجع الفريق ويشتري التيشيرت بتاع آه. النادي ويلبس مش عارف ايه بتاعت النادي عددهم 39% من مشجعين الكوره مم. عندك الرقم اللي تحت ده 37 دول اللي هم متعصبين للكوره آه. اللي هو بقى بيعمل اي حاجه اللي هو يسافر ويعمل بص بقى الرقم المرعب ده السوشيال عندك السوشيال وعشرين عندك 24% من جماهيرك جماهير سوشيال مم. تعال نشوف كده الانديه اللي في مصر اللي عندها سوشيال ميديا او كونتنت اونلاين يعتمد عليه ويقدر يجيبه ويقدر يبيع ده حتى الاهلي اللي هو افضلهم اه لم يصل إلى المستوى اللي هو إحنا نقدر نقول إن هو عنده سوشيال ميديا أو أونلاين بزنس ريليتد بالناس اللي بتشتغل أونلاين يجيب له حاجة. مم. يعني هو بدأ دلوقتي يحط إن في أبلكيشن الراجل بينزلها بيدفع مبلغ من المال بيبقى قدامه إن هو يحضر تمرين لكن البلانز المفروض تختلف تماما. عندك مم. نادي الزمالك، نادي الزمالك المفروض يبص على هو بيعمل إيه؟ نادي الإسماعيلي المفروض عندنا أندية المفروض تكسب ملايين للأسف بتكسب صفر وبعد كده كله بيزعق ويزعق قوي والأهلي بيكسب ليه؟ الأهلي بيكسب عشان هو الوحيد اللي شغال عشان هو الوحيد اللي بيعرف يدير زو أموره بالشكل البسيط يعني لكن هل اللي احنا قلناه ده كله ده احنا بعيد قوي لا ده احنا في يعني احنا اه يعني لا تقول لي لا اتحاد الكره ده يقدر يعمل حاجه ولا الرابطه تقدر تعمل حاجه احنا عايزين خطه دوله. وما هو المفروض ان الناس دي هي اللي بتمثل بالنسبه لي خطه الدوله. ما انا المفروض لما اشوف يعني احنا دلوقتي عندنا تقريبا تقريبا احد افضل الملاعب اللي هتفتتح في القاره الافريقيه عموما وهو مم. الملعب الاولمبي اللي هيتلاقي في القريه الاولمبيه الجديده في, في العاصمه الاداريه الجديده آه. هل احنا جاهزين مين اللي هيجي يلعب في افتتاح الملعب ده يعني عشان ما نجيش بس مثلا نلاقي نتفاجئ ايه ف... اه ان الاهلي هيلعب طلع الجيش أي. آه او الزمالك هيلاعب الاهلي ده حدث حدث عالمي ده حدث يجيب لك فلوس ويجيب لك سياحه رياضيه ويجيب لك ازاي تستغل من دلوقتي اهو أدينا بنقولها يعني ازاي من دلوقتي حضرتك تفكر الاستاد ده هيتفتح امتى يا ولاد؟ الاستاد ده هيتفتح بعد خمس شهور طب يا ولاد بعد خمس شهور اتفقتوا مع مين إيه؟ الاجنده والفرق دي, دي كدا كدا نشوف السنه مين يجي مين ي... انت عارف ان كل اسبانيا مثلا برشلونه ريال مدريد آه، مانشستر سيتي بايرن ميونخ كل ال... كل الفرق الكبيره دي بتعمل المعسكرات بتاعتها فين في اسيا مم. أسبانيا غيروا مواعيد الدوريات بتاعتهم والماتشات الكلاسيكو عشان جماهير آسيا تعرف تشوفها ده التسويق أي. احنا عندنا دلوقتي في أي بطولة ممكن تلاقي فيزيت سعودية فيزيت رواندا فيزيت، مفيش فيزيت مصر م. احنا مش على خريطة كرة القدم اللي بجد فده الأرقام اللي احنا قلناها النهاردة دي رسالة صادمة لكل الناس اللي عايزة بس تفكر بس مجرد تفكير أولي ان احنا نصلح نعرف احنا فين وما تاخدناش الحماسه ان احنا اصل الكوره احنا اصل كل حاجه في الدنيا أي. يعني مصر دي هي اصل كل حاجه بس مش هنفضل نقول احنا اصل احنا اصل احنا اصل احنا اصل وبعدين نلاقي كل عايزين احنا واقع كل الفروع فرقت طيب والأصل خليني بس بس بسرعه اتكلم عن ماتش زامبيا وماتش الجزائر بكره انت شفت شكل المنتخب ازاي ناس كتير ما ارضهاش مستوى المنتخب ولا باين في جمله ولا خطط والمساله ماشيه انا من من بعد ثالث ماتش للمدير الفني لمنتخب مصر قدرت افهم هو بيعمل ايه فيتوريا اه ما. هو بيعمل ايه هو بيقول للولاد احنا هنلعب 4 3 3 تمام بس بس <تصفيق> <تصفيق> وكل واحد يعمل اللي هو عايزه يعني انت لو بصيت فيتوريا ده اسم كويس كان كويس جدا ما في اللي حصل اللي... ما خلي بالك اصل كل المدربين لما بيوصل لمرحلة معينة وبيجي على بلد مش محطوطة على الخريطة الرياضية مش لا يا ريت آه مش لا احنا على الخريطة الرياضية الافريقية على الاقل آه بس بيجي هو مش محطوط له بلان معينة هو مش محطوط له انت عايز ايه يعني مش محطوط له انت دورك ايه احنا فجأة لقينا الراجل ده بيدي محاضرات في الاتحاد آه بيحط الجدول مع مع الناس اللي بتحط الجدول الراجل ده بقى مسؤول ان هو يتعامل مع ده مش دورك يعني دور المدير الفني لمنتخب مصر ان هو يبقى ليه دور محدد كده واضح هل انت بتعمل الدور ده هو بيعمل الدور بتاع اللي احنا قاعدين بنكسب فرق كلها ليست في المستوى يعني حتى لدرجه يعني إن احنا اول اختبار بالنسبه لنا هيبقى صعب بكره اول اختبار صعب كان تونس اه واتغلبنا اقول ان احنا ملعبناش لعبناش كاملين اول آه. اختبار صعب حقيقي هو بكره واللي خليك تقول ان احنا احنا عندنا عناصر فرديه في المنتخب غالبا من اعلى العناصر اللي موجوده في القاره شوف رغم ان احنا بنقوله ده أه. احنا عندنا لعيبه كويسه كويسه مش أه. وحشه لما تتفرج على ماتش كوت ديفوار والمغرب تحس ان في قلق يعني أه. تحس ان في قوتين رغم ان الرجراجي اللي هو المدير الفني للمغرب قال لك احنا مش مرشحين اصلا للفوز يعني احنا مش مرشحين للفوز بالبطوله دي قال لك انا المغرب ما لعبتش نهائي من ايام لما كان عندي شعر <applause> فهو الراجل جاي مش حاطط في طبعا هو حاطط في هو طبعا بس, بس هو ده نوع من التنويم آه يعني فاحنا محتاجين يعني محتاجين نشتغل على الاقل يعني الراجل بتاع المنتخب الاولمبي يعني المنتخب الاولمبي ده ايه اللي لفت نظر اي حد فيه المنتخب <applause> الاولمبي اهم شيء انك بقيت بدنيا اقوى من اي منتخب لعبته <applause> ودي لاول مره في تاريخ مصر المنتخب الاولمبي اقوى بدنين من اي منتخب لعبه بس ده مدرب اللياقه يعني ما هو ده بقى ما هو ده جهاز فني كامل بيشتغل على الكلام آه. ده فانت اللعيبه نازله واقفه على رجليها لحد اخر لحظه في اي ماتش عارفين هم فانت متفائل بالمنتخب الاولمبي في الاولمبياد حتى يعني. لو مع يعني لو المجموعات طلع فيها <applause> عوق <applause> آه. ودخلنا في حاجات صعبه بس الراجل قدم لنا ما يشفع اه اللعيبه على رجليه اه وعنده خطط خطط مش خطه أيوة بيعرف امتى يدافع امتى يقفل الملعب خالص امتى يهاجم هجوم ضغط جامد جدا على اللي قدامه امتى يبقى متوازن عنده خطه اللي احنا بنشوفه من منتخب مصر الاول للاسف الشديد كله اجتهادات فرديه يعني كله تلاقي تزيح. خلينا هنتكلم الاسبوع الجاي في الماتش بتاع الجزائر هنبقى شايفين فيبقى مؤشر <applause> وارجوك جهز لنا حاجه عن الرهانات وبتروح لمين ده في وهل دي بتاثر على التحكيم بتاثر على نتائج المباريات يعني في مصر؟ الحمد لله مش عندنا في الاول بس عندنا تحت <تصفيق> <تصفيق> طيب فخلينا نشوف زمايلي بيقولوا لي في كلام يعني ايه في كلام مواقع رياضيه ومواقع عديده نشرت ان محمد صلاح تبرع بالدم تضامنا مع غزه ربنا يتقبل يعني يعني انت منتقد موقفه؟ لا انا مش منتقد موقفه والله يعني آه. انا عارف انا مقدر جدا هو هو بيعمل كده ليه؟ آه. لان هم عندهم اوامر واضحه في الدوري الانجليزي على فكره انجلترا كانت هتلاعب استراليا تقريبا بكره او يوم الجمعه مش آه. فاكر في يوم من اليومين دول يعني وكانوا هم بيفكروا ان هم يعملوا علم الكيان على على ملعب ويمبلي قبل المباراه <متحدث> فالأندية اللعيبة العرب والمسلمين في الأندية الـ الـ الإنجليزية آه. بعتوا للرؤساء بتاعتهم يعني المسؤولين بتوعهم قالوا لهم لو ده حصل في أول مباريات الدوري الإنجليزي أول ما يبتدي الماتش هنسيب الملعب ونمشي كلهم فبعد كده راحوا هم خدوا بقى كل الكلام ده وراحوا رايحين للمسؤولين الانجليز قالوا لهم اوعوا تعملوا ده لان ده حي... خلي بالك لان الاتحاد الانجليزي مش هو اللي بيدير البريمير ليج ايوه البريمير ده بيزنس <متحدث> فقالوا لهم انتوا كده هتضربوا لنا بيزنس بيجيب لنا 6 مليار 6 <applause> مليار وشويه هتضربوه لنا فلا اعقلوا فالضغط ده بتاع اللعيبه كلها ومنهم محمد صلاح ومحمد النني ولعيبه كبير كتير جدا وبعد كده راح ارسنال وليفربول وكل الانديه تقريبا اصدروا بيان ما فيش لاعب يتكلم لا بدعم ده ولا بدعم ده على السوشيال ميديا ولا على اي حاجه نورت المحكمه الله بشكرك <applause> جدا بشكر <applause> زميلي العزيز الناقد الرياضي والكاتب الكبير الاستاذ هيثم نبيل النهارده رحلت عن دنيانا الزميله والاستاذه الاعلاميه الكبيره جزال خوري جزال خوري اسم من الاسماء اللامعه في عالم الاعلام وهي ايضا صاحبه مواقف سياسيه ومواقف انسانيه واجتماعيه واسست اسست مؤسسه كبيره اللي هي مركز سمير قصير جوزها الصحفي الذي قتل في لبنان لكن هي رحلت عن دنيانا بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان حاولت وقاومت وكانت تعمل حتى آخر وقت في سكاي نيوز عربية ولكن حان الأجل ورحلت عن دنيانا أنا بعتز بأن أنا في يوم من الأيام أنا وزميلتي كريمة عوض أجرينا معها لقاء من كانت في لبنان يعني عز عليا فراقها لانها كانت زي النسيم الله يرحمها بعد الفاصل هنتكلم عن ملف مهم له علاقه بالاقتصاد المصري هنتكلم عن لومر شي في دورته الخمسين وده داخل في عالم جديد شوية عالم الدهانات للدكور والأساس هل ظروفنا الاقتصادية تسمح هل السوق يستوعب ليه عندنا راعي مهم مثلا زي الاستاذ احمد طالب الرئيس التنفيذي لقسم المبيعات والتسويق بشركه دهانات الجزيره في المملكه العربيه السعوديه والشرق الاوسط وجي هنا وهيكون راعي رسمي للومر شيء اكيد شايف الاقتصاد بشكل مختلف الشركه نفسها وجودها هنا دور الالوان في الحياه وفي الاساس وفي البيت اشياء كثيره هنتكلم عنها ما بين الاقتصاد وما بين الجمال هيكون معايا ايضا الأستاذ أحمد طارق الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة طارق نور ورئيس الشركة المنظمة لمعرض لو مارشي انتظرونا أهلا وسهلا بحضراتكم يوم الخميس هيبدأ لو مارشي الدورة الخمسين يعني بقاله زمن وبقاله عمر طويل قوي ولكن يأتي هذه المرة في ظروف اقتصادية قلقة ناس قلقانه بنقول الناس ما معهاش فلوس وحاجات كده فده مؤشر جيد مؤشر جيد المعرض هيبقى فيه ايه جديد الاشياء ان لم يكن هناك ما يكتدي بالناس وتطلع فلوس من جيبها وده بقى صعب لازم يكون هناك اغراءات هذا العام اوعدكم ان عندنا مفاجات هتسمعوها النهارده نحن سنذهب الى عالم الديكور والاساس والالكترونيك والدهانات اللي لاول مره هيبقى معانا متخصص بيقول لنا كلام مهم وفي النهايه شهادته هي انعكاس لجوده وتقدم الاقتصاد المصري عندنا امل رغم كل الظروف عندنا امل دعوني ارحب بضيوف الاعزاء الاستاذ احمد طارق الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة طارق نور ورئيس الشركة المنظمة <applause> لمعرض لو مارشي أهلا وسهلا <applause> <مرشي>. ونجم <applause> التلفزيون والسينما والحاجات كتير كده اللي الواكل... واكل, الجو من الجميع دلوقتي <applause> أهلا بيك أستاذ خير أهلا بيك معنا كمان المهندس أحمد طالب الرئيس التنفيذي لمبيعات والتسويق بشركة دهانات الجزيرة بالمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط هو الراعي الرسمي هذه هذه الدوره للومرشي ولكن كمان الشركه دي موجوده في مصر دلوقتي الشركه دي بتقدم منتجات وشايفين ال... دي هاتوا الكاميرا عليا قبل الاستاذ احمد دي فيها اسرار وحاجات كتير هنتكلم فيها برحب الأستاذ احمد طالب اهلا وسهلا اهلا وسهلا سعيد, وسهل أهل أهل بي سعيد, سعيد و شرف ليا وبعدين انت في القاهره والناس ولوم ورشي بتابع القاهره والناس فنحن سعداء وانا بعمل ده وانا سعيد ان انا بقدم حاجه بنفخر بيها بصراحه اهلا وسهلا بحضرتك الاوضاع الاقتصاديه ولو مرشى داخل كده هو طارق نور ناقص يعني <تصفيق> 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 طيب خليني ابتدي كده واقول ان احنا دايما دايما في معرض لومر عندنا كده هدف معين ان هو ان احنا نقدم كل ما هو جديد للمستهلك طبعا بشكل عام طبع. طبعا عشان احنا في حديث القاهره ونقول ايه اللي يهم الناس يعني آه. الفتره اللي جايه او المعرض اللي جاي دوت طبعا احنا بنقدم السنه دي لاول مره حاجه جديده جدا وهي التقسيط على 18 شهر بدون فوائد وبدون مقدم مع الشريك المالي اللي هي شركه فاليو اللي هو للتقسيط فده يعني نوع من من الانواع اللي هي المساهمه او المساعده ان الناس تحاول يبقى في نوع من انواع التيسير على الناس او التيسير على المستهلك. ده نمره واحد، نمره اثنين ادرجنا في معرض لمرشي حاجه جديده جدا اسمها الكتروتاك هو مم. معرض مستقل للاجهزه الكهربائيه. هيبقى له مدخل لوحده؟ لوحده. وكل حاجه ده مستقل لوحده ده مجانا يعني ده دخول بدون تكت ولا <applause> اي حاجه. ولا اي حاجه والظريف اللي فيه ان هو برده بيسري عليه موضوع التقسيط يعني انت هتقدر تشتري كمان الاجهزه الكهربائيه بنفس التقسيط اللي بتتمتع بيه في معرض والاسعار. <applause> والاسعار كويسه جدا هتنزل <تصفيق> <تصفيق> يعني حقيقة دايما في دايما دايما معرض لومرشي اه عنده حاجات خاصه بيه و... وعروض خاصه بيه ونسب تخفيض مش موجوده في اي حته ثانيه يعني دايما الاربع ايام اللي هم بتوع لومرشي العارضين بتوعنا بيقدموا عروض واسعار ما بتبقاش موجوده حتى في الشورومز بتاعتهم او في المعارض بتاعتهم بعد المعرض فعشان كده ده بي... بيجذب الناس جامد جدا ان هو يروح ويخلص الديل او يخلص الموضوع في, في لومرشي و... وغير كده كمان معرض شهر 10 دوت اللي هو معرض اكتوبر آه. دايما بيتميز بان هو بتبقى اطلاقه جديده لأحدث التصميمات وأحدث المنتجات في المعرض ده، يعني الناس كلها بتقعد طول السنة العارضين يعني طب خليني أسألك سؤال بمنتهى صراحة أنت معاك عارضين دايما معروفين وأسماء م. شركات كبرى، م. هل في تعثر؟ هل في شركات خرجت من السوق؟ هل في شركات جديدة داخلة؟ فالمسألة بتتسع؟ يعني ممكن نقرأ الاقتصاد من خلال المشاركين طبعا هو في زي ما زي ما أنا دايما بقول بقول إن في دايما رب ضارة نافعة، يعني آه. إحنا دلوقتي لما حصل موضوع شوية قيود على ال... الاستيراد أي. والناس بقتش تعرف بقى في, بقى في تصنيع محلي كتير في محلي كتير جدا وحلو فده, فده ادى الى بالظبط الى إيه تطور الجوده نفسها كمان وتطور المنتج المصري آه. فده ادى الى إيه كمان اسعار اقل يعني من غير المنتج صحيح. اللي المستورد بقت فيه اسعار اقل بمنتج تنافسي بسعر كويس جدا فده اول حاجه الحاجه الثانيه هي ان الـ 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 الناس اللي عارضه كلها ده سوق مفتوح فانت عندك دلوقتي انت في منافسه قويه جدا وفي كمان منافسه في الجوده وفي التصميم وفي السعر وخليني برضه ابقى واضح جدا انا دلوقتي عشان اوظف بيتي بعمل ايه؟ بنزل بروح الرويعي وبروح مش عارف طبعا شقه تعبان واروح مش عارف ايه الكلام ده كله. احنا جمعنا كل ده دايما او كل سنه بنجمع شق شقه تعبان عندكم شقه تعبان؟ عندنا عندنا رخام بقى حلو حلو. <applause> من شقه تعبان بس أيوه. جبنا شقه تعبان في لومارشيه يعني. آه. فطبعا بيبقى عندك فرصه كبيره جدا انك انت تقارن طبعا وفي اربع ايام وفي اربع ايام يعني فبتروح اول يوم يعني دايما تبص الاول دا اه بالظبط انا بقول لحضرتك دايما اللي هو ايه الراجل ومراته او خطيبته يروح اول يوم اليوم الثاني الحبوات والامهات واليوم الثالث الراجل بقى يعني يروح يدفع والرابع يدفع. يدخل المستشفى <تصفح> بعد <تصفح> ما يدفع ونبقى احنا عينين عليه قوي دايما في اليوم الثالث <تصفح> والرابع خليني اسال الراعي الرسمي شيء رائع ان انتم فتحتوا مصنع في مصر انتوا بقى لكم 40 سنه كشركه بره موجوده في الشرق الاوسط في المملكه العربيه السعوديه ايه اللي شجعكم ان انتوا تفتحوا مصنع للدهانات في مصر طيب خلينا نبدا الحكايه من أول نبتدي احنا 42 سنه في السوق السعودي آه. السوق السعودي سوق ضخم جدا خلال ال 42 سنه دول انجازات كبيره فتحنا عده مصانع كنا مشاركين بشكل كبير جدا في النهضه الحاليه والسابقه في المشاريع العالميه اللي بتقوم بيها في السعوديه المشاريع العالميه دي لينا دور كبير جدا في في ان احنا نكون جزء منها وصلنا للمستهلك في كل المدن في كل عندنا 700 صاله عرض على مستوى العالم بعد الرحله الطويله دي وحصلنا على آآ آآ كنا من احسن 100 علامه سعوديه من علامه صناعيه يعني ايوه فطبعا بعد الرحله الطويله دي كان خطه توسع بالنسبه لنا الاقليمي بشكل استراتيجي السوق المصري السوق نعم. المصري ثاني اكبر سوق ثاني اكبر سوق بعد ايه بعد السعوديه في الدهانات بتكلم في الدهانات آه, اه كفاليو يعني ك... 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 كقيمه يعني فكان خطه الخطه عندنا التوسع هتكون فين؟ السوق المصري، السوق المصري سوق ضخم جدا وانشأنا مصنع في العاشر من رمضان بينتج حوالي ألف طن سنويا. 45 ألف طن؟ اه سنويا عدد العاملين فيه قد ايه؟ عدد العاملين 400 عامل آه كلهم مهندسين وفنيين مصريين وده كان احد الحاجات المهمه بالنسبه لنا ان احنا نعتمد على الكوادر المصريه ومهندسين وفنيين وخبراء كلهم من مصر. آه بننتج فيه آه حوالي 400 منتج كل ده بنقدمه للسوق المصري وان شاء الله م. يعني في مفاجات كبيره جايه كمان ان شاء الله في الطريق باذن الله المكونات بتاع المصنع بقى في مكونات محليه ولا بنستورد كل حاجه اه ده ده تحدي مهم جدا 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 آه لما جينا احنا اشتغلنا هنا اشتغلنا مع يعني مع شركات روماتيريال كبيره مع مصانع كبيره في الروماتيريال المحتوى المحلي يتجاوز 80% في الصناعه في صناعه الدهانات بالنسبه لنا احنا فده كان مهم جدا لانه زي ما قال الاستاذ احمد انه مع ازمه الاستيراد فانت لازم تلاقي حلول مختلفه فالحمد لله نسبه المنتج المحلي المكون المحلي في الدهانات 80% بالنسبه لنا. ده رائع. طب هو بيتكلم عن السعوديه وسوق وحاجات كده والخليج سوق مفتوح لومر شيء هيفضل مصري كده الهواء والمكان وتيجي لنا ناس من السعوديه وناس من الخليج تم ما نروح له وده حي... ده, حصل فعلا فعلا احنا <applause> اه يعني احنا يمكن بقى فتره كده في زيارات للمملكه العربيه السعوديه م. وقدرنا طبعا غير ان احنا اسسنا شركه هناك اسسنا شركه هناك علشان نقدر نقوم بدور الدور اللي احنا بنقوم به هنا بس للمصريين برضو هناك ان احنا معرض لمرشين ان شاء الله هيتم اطلاقه في المملكه العربيه السعوديه لغايه دلوقتي, دلوقتي عندنا الميعاد اللي هو ديسمبر 2024 آه. وهنقدر بقى ان احنا نطلع المصنع المصريين ويقدروا يقدروا يعرضوا بقى المنتجات بتاعتهم هناك في المملكه العربيه السعوديه وانا عندي امل كبير جدا في التنافسيه هناك اللي هو برضو برضو هقول تاني ان احنا عندنا العماله طب استنى عشان انت قلت لي جمله بس عايز افهمها هو <applause> انت رايح علشان المصريين اللي هناك يشوفوا ويختاروا ويستلموا هنا <applause> ولا انت كمان بتستهدف المصريين اللي هناك يشتروا لهناك والسعوديين كمان والاجانب الموجودين في السعوديه لا هو الهدف الاساسي ان انت بتستهدف السوق السعودي آه. بتطلع بمنتج مصري بتعرضه هناك وبتؤدي إلى إن السعوديين بيشتروا أو الناس المقيمين آه. هناك بيشتروا فبتحرك الاقتصاد فيش فرصة للمنتج السعودي إنه يدخل معاك هيخش معانا برضه آه. هو هيبقى معرض ودي برضه ميزة تانية إنك أنت لما بتفتح المعرض بيبقى معرض دولي يعني بتدخل المنتج السعودي طبعا. وبتدخل المنتج الصيني وبتدخل المنتج الماليزي بيبقى عندك تنافسية برضه في التصميمات و... وبتشوف بقى أنت نفسك أنت كمنتج محلي بعد ما قعدت بقالك فترة دلوقتي قافل على نفسك بتنتج و... 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 وبتعمل منتج جيد تشوف بقى دلوقتي شكلك عامل إزاي وتقدر... وانا طالع كذلك. وانا هنا وانا بنافس هناك اكيد هعمل منتج كمان ذو جوده عاليه جدا في مواصفات خاصه عشان اقدر انافس. صح ده جزء من واجبنا احنا كمان هناك، آه. احنا لما بنروح قبليه بفتره كبيره جدا بنروح بندرس السوق، بندرس السوق السعودي عامل ازاي، بندرس هم محتاجين ايه هناك، ايه الفجوات اللي موجوده ونقدر نفيد بيها العارضين بتوعنا هنا علشان يقدروا ان هم يقدموا منتج يكون فعلا منافس ويكون مطلوب في السوق السعودي. طيب، استاذ احمد هو أنا أجي بسألك على المعرض لو مارشيه مباشرة، إلا اللي أغراكوا إن أنتوا تدخلوا في معرض؟ يعني بتوع الدهانات وكده دايماً بتبقى الناس خلاص هو البراند اتعمل واسمه كبير فالناس بتشتغل عليه، فكرة وجودك كراعي رسمي في المعرض إنك حريص على وجودك في معرض لو مرشي. لا بشركتنا حاجة مهمة جداً، م. أنت عندك منتج منتج مهم جداً وذو جودة عالية أنت عايز تعرضه في مكان يكون فيه دهانات وفورنيتشر يكون فيه لايتنج يكون فيه كل كل حاجه دول كلهم بيجوا في مكان تحت سقف واحد في اربع ايام لو انت عندك مستثمر عايز يشوف الاقتصاد المصري او عايز يدرس السوق المصري هيدخل هيفهم كل حاجه من المعرض ده المعرض مارشيه معرض هو اكبر معرض في مصر فاحنا طبعا لازم نشارك فيه لان احنا برضو متعودين نشارك في المعارض الضخمه عالميا يعني نعرض نعم. منتجاتنا ونعرض تاني حاجة في جزء مهم جدا أنت يعني لما بيكون عندك معرض زي ده أنت بتبدأ تفكر عن أفكار تفكر عن منتجات جديدة تعرضها طريقة عرض جديدة الجناح يكون شكله إيه يعني هو يكون شكله إيه يعني <applause> لا ده حضرتك مفاجأة مفاجأة <applause> آه ليه إن شاء الله جناح مميز <applause> جدا بالعكس المعارض دي بتساعد على تطوير الصناعة زي ما بقول فيها كومبيتيشن في جنبك عارضين أنت بتحاول تعرض أحسن ما يمكن بتستقبل انديوزر في اربع ايام بتعمل عروض برضو بتعمل منتجات جديده بتنزلها في المعرض ده ومش هنلاقي صراحه احسن من او افضل او اقوى من لو شارك نشارك فيها يعني. طب ايه اللي تقدر توعد بيه الجمهور اللي هيروح لو شيه تقول له لازم تيجي في دهانات الجزيره علشان هتجد شيئا مختلفا هتخرج مبسوط من عندنا هيشوف الوان جديده هيشوف منتجات جديده هيشوف تصميمات جديده هيشوف خصومات كبيره جدا احنا كبيره في كبيره جدا وهيشوف حلول انشائيه مهمه جدا ان الحلول الانشائيه دي مهمه جدا جدا زي جدا بص حضرتك انت عندك الدهانات دلوقتي ممكن تحل مكان حاجات كتيره جدا سواء في الارضيات او في الواجهات الخارجيه انت ممكن تستغنى عن خشب وتعمل وود إفكت شكل الخشب بره يديك عمر افتراضي كبير جدا في عندك دهانات بره في الواجهات الخارجيه مثلا الخارجيه آه, اه في عندك آه انواع من الدهانات عمرها الافتراضي عالي جدا في دهانات ملهاش ريحه خالص في ح... في حلول في حاجات الشريحة. ضد الحراره ضد البروده بتساعد دي عوازل بقى دي عوازل. عوازل لكن جوه البيت آه. آه كل مكان انت يكون الدهانات من غير ريحه دي مناسبة للأطفال جدا أنا بزعل جدا بشوف مدارس أو صديقة مستشفيات صديقة للبيئة يعني صديقة للبيئة ومسؤولة بيئيا وملهاش ريحة يعني حتى احنا مشهورين يقول لك الدهانات ملهاش ريحة دهانات الجزيرة يعني آه. اه دي حاجة من الحاجات المهمة عندنا جدا سلوجان يعني اه طبعا آه. آه. بروح مدرسة بروح مستشفى بلاقي بدخل مكان بلاقي فيه ريحة بكون منزعج جدا بتجهزوا غرف العناية المركزة بتجهز غرف العناية المركزة, المركزة آه عاملين مستشفيات ضخمة جدا في المملكة العربية السعودية وفي مصر حاليا شغالين مع اكبر مطورين عقاريين شغالين في مشاريع كبيره برضه بادين وفي استحسان للمنتج السعودي في السوق المصري في ثقه آه. فيه كبيره وما تنساش حضرتك برده انه في كميه كميه كبيره من المهندسين عايشين في السعوديه وعملوا برضه طفره طبعاً. هندسيه هناك فمتعرفين على المنتج فاحنا جايين الناس عارفانا وحبانا عندكم ارضيه يعني بالظبط عندنا ارضيه ان شاء الله طيب كلمني عن عدد الشركات المشاركه عندكم قد ايه يعني كلمني اكتر اغراءات يعني عايزين نغري الناس طيب هو طبعا في الدوره ال 50 اللي جايه دي يعني زي ما احنا حضرتك شفت الاعلانات احنا مم. بنوعد الناس بدوره مختلفه هي فعلا دوره مختلفه جدا علشان هي اكبر مساحه عرض على الاطلاق احنا قمنا بيها على مدار ال 50 دوره اللي فاتت فاحنا عندنا بنتكلم المره دي تقريبا في حوالي 178 عارض مشاكل. على في مختلف المجالات ما بين أرضيات ما بين إضاءة ما بين شبابيك اللي هي البي بي سي ما بين اللي هم السجاد عندك طبعا كل الانواع بتاعت الفرنتشر او العفش يعني او الاثاث المنزلي ما بين بقى طبعا مودرن وستيل والترا مودرن والكلام ده، عندك كل حاجه ليها علاقه بالـ بالـ بالليننز اللي هي الحاجات اللي هي الاقمشه والماتيريال والحاجات دي برضه كلها، فانت يعني من الاخر هتخش كده مش حتى إيه مش هتطلع مش بره هتطلع بره فاضي غير وانت مخلص البيت يعني. آه. الميزه بس كلها كمان ان في صناعه المعارض دي برضو نقطه انا عايز بس القي الضوء عليها ان صناعه المعارض بشكل عام هي مش بس بتنحصر في حته الفرنتشر او في حته اللي هي الاثاث المنزلي، هي صناعه المعارض احنا يمكن كنت بتكلم مع الاستاذ احمد بره هو انت عندك من اول النجار اللي بيشتغل لغايه السواق اللي بيوصل، العربيات اللي بتعمل، المصممين اللي بيصمموا الاجنحه، نعم. الامن اللي بيشتغل، الناس العمالة اللي هي بتبقى عماله مؤقته، فصناعه المعارض يعني طبعا لا يخفى على حضرتك بيقوم عليها مودن دلوقتي، يعني احنا يمكن شايفين المملكه العربيه السعوديه الرالي اللي هي بتعمله او السباق اللي بتعمله انها تستضيف الاكسبو بتاع 2023 ومما له من أخ... من اثار اقتصاديه وسياحيه مم. يعني انا عندي كمان لما بيجي عندك ناس مستثمرين جايين عايزين يبصوا على المنتج المصري الناس دي بتيجي بتسافر بتقعد في اوتيلات بتاكل بتشرب بتتفسح بت... بت... طبعا بتبقى... سياحه ده. سياحه فسياحه فطبعا يعني سياحه المعارض ما بقتش دلوقتي حاجه ترفيهيه او حاجه زي تجاريه بس لا ده بقى فيها كمان ايه عوامل اخرى سياحيه اقتصاديه كبيره جدا جدا جدا, جداً. ويا رب نكبرها يعني يا رب ان شاء, شاء الله. الله انا قبل ما اروح للشنطه دي <applause> انا الاستاذ <عايز تصفيق> احمد كان معاه الشنطه دي وكانت هتساب على جنب قلت له على الهواء وهتتفتح ما عندناش حاجه تدخل وتطلع لكن عايز اسال حضرتك عن مناخ الاستثمار في مصر شايفه ازاي؟ هل قابلتك معوقات؟ هل في رجاء حابب تطلبه من حد لتنشيط الاستثمار الخارجي في مصر ولا الدنيا كذا زي لا شوف هو طبعا في تحديات لكن ما. خلينا خلينا يعني مهما كان في ازمات اقتصاديه لا في في فرص كبيره في مصر انت بتتكلم على اربع خمس محاور. اول حاجه انت عندك القوه الشرائيه عاليه جدا في مصر. عندك 100 مليون وشويه. بالظبط. عندك اكبر مطورين عقاريين في الشرق الاوسط صناعه صناعه التطوير العقاري في مصر يعني غير مسبوقه. كشكل وحجم ونوعيه ويعني في الشرق الاوسط كلها مصر يعني رائده في المجال ده. مصر بالنسبه لك نافذه على افريقيا. نعم. خلاص انت عايز تدخل السوق الليبي الليبي شمال افريقيا لافريقيا كلها مصر منتج بالنسبه لهم مقبول جدا ومحبوب وفي تسهيلات حضرتك تعرفها عارفها الكوميسا فدي تقدر نافذه بالنسبه لك في افريقيا تيجي انت كبقى كمستثمر عندك انفراستراكشر قويه جدا في مصر طرق كهرباء مدن صناعيه مجهزه جينا العاشر من رمضان دخلنا على طول اشتغلنا يعني فورا عندك وفره من العماله من أول مهندسين لفنيين لعمالة لقيت عمالة؟ طبعا لقيت عمالة كويسة؟ لا لقينا عمالة ورجالة العاشر برضو يعني موجودين <applause> لقينا عمالة مميزة وإحنا مدرسة الجزيرة فيها مدرسة يعني إحنا لما بيكون عندنا بتاخدوهم تعلموهم بالظبط بيكون آه. عندنا نقص معين بيجيب خبرة بنعلمهم ويرجعوا تاني هم اللي بيديروا الشركة عندنا حوالي 400 موظف ما بين مهندس وخبير وفنيين وكذا فمناخ الاستثمار انا شايفه في مصر في قوه شرائيه بالنسبه لنا احنا منتج مطلوب من قبل ما نيجي مصر احنا مجرد ما نزلنا فتحنا 200 شروم يعني 200 معرض ده حاجه رقم كبير طبع. رقم كبير على مستوى, على مستوى المحافظات بالظبط على مستوى المحافظات بنغطي معانا شركاء مميزين جدا على مستوى مصر كلها يعني فانا شايف حصه قد من السوق؟ لا احنا لسه في البداية آه. لسه في البداية في في عمالقه في السوق واحنا لسه في البدايات احنا اهم حاجه نقدم حاجه جديده في منافسين كتير في مجال الدهناء اه في منافسين في منافسين منافسين اقوياء وشركات كبيره بس اهم حاجه انت تقدم ايه؟ لازم نقدم حاجه مختلفه نعتمد فيها برضو على العلم وعلى التكنولوجي بالظبط طب انا انا نفسي بقيت مش عايز افهم ايه اللي في الشنطه دي <applause> طيب احنا قول لي دي الناس هتشوفها يعني اه اه طب موجودة أصلا دلوقتي خلاص هو آه. أه حضرتك الفكرة ببساطة إن إحنا دايما بننسى اللون اللي اخترناه في بيتنا إيه، لو أنت عايز تكرره ما بتعرفوش مم. أحيانا بنكسل إن إحنا نعمل أحيانا بجد صعوبة في اختيار الدرجة اللي أنا عايزها بالزبط. يعني لما بطلب من المهندس اللي ماسك لي البيت يجي يديني درجه مش عارف اجيب الدرجه لا والبروسيس كمان حضرتك آه. هات حد يعمل لك وهات لون على لون اه, آه. عادك ان في ممكن مهندس عايز يعمل فيلا في الغردقه فيقعد يسافر عشان يعمل السامبل دي ويرجع آه. فاحنا بنشجع الناس تعمل لان الالوان دي لازم تشوفها بنفسك وتكون آه. مبسوط بيها عشان ت... خلاص دهنت تبقى انت مبسوط باللون فمشجع الناس بوسيله بسيطه جدا اسمها الميني بنت آه. دي عباره عن هي نفسها آه. فيها الدهان نفسه وهي آه. نفسها فيها الرلة فبتبدا انت حضرتك تقدر تدهن نفسك في البيت بشكل جميل جدا كده اقدر اعملها على حته آه. خشب على آه حيطه على, على على الحيطه نفسها آه. وتشوف حضرتك درجه اللون ويعني يعني بشكل يعني مبسط جدا 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 اي حد يقدر في يعبين. الكاميرا دي طيب اي حد يقدر برضه. اه اه <applause> اي حد يقدر يختار اللون حضرتك والكاميرا دي آه المنوره بالظبط حضرتك يعني بشكل سريع جدا تقدر تشوف اللون وفي ملاحظه حضرتك شميته اي ريحه من دهن لا انا عايز اقرب الورق واشم معلش اتفضل <تصدق> <تصدق> لا مفيش ريحه فدي الحاجات دي دي طب ممكن تورينا لون تاني؟ اه نوريك لون تاني درجه دلوقتي. تانيه خالص كده <تصدق> نختار نختار لون تاني احنا بنشجع الناس يعني ش... يعني نفسها تشتغل الع... السامبل في البيت نفسه تحتفظ بيه حضرتك هحصل على يعني السامبل ده منين؟ موجود في الشروم حضرتك في الشروم موجود في الشروم بروح اقول له انا عايز الميني بنت ده آه. خلاص بالعكس احنا عاملينه عشان يستفيدوا منه المسته... المستهلك بشكل كبير احنا عاملينه عشان سهوله اقتناء الدهانات بشكل كبير جدا خلاص ده شهل يفضل عندي الرقم موجود اه الرقم موجود حضرتك تقدر تعمل بيه تاتش لو اه حضرتك لون تاني اهو ده شكله ابيض لا ده اوف آه بس اوه الموضوع يعني سهل جدا 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 تعملوه على الحيطه بشكل سهل جدا يعني ده كويس جدا ده ومن غير ريحه ايضا شوفوا <applause> الشباب <applause> 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 ده لون تاني خالص ما شاء الله فكره حلوه قوي لعبه حلوه كمان لعبه البيت كله يشترك فيها ويقعدوا كده و... صح انت آه. ممكن الاولاد هم نفسهم أيوة. يختاروا قطك تعال ده. اختار طب تعال اخدوا المحل يختار بالزبط. اللون ويجربوا يشوفوا بنفسه ده شيء كويس جدا احنا بنعتمد بشكل كبير جدا على ده التكنولوجيا آه. بتساعد بالظبط ما كنا بنروح نشوف العلبه وياخد بس دلقاي. اه فالدنيا بقت كده لطيفه جدا بنقدم حاجات كتيره جدا في في الاطار ده داخلين السوق المصري بافكار يعني اذا ما بافكار انت هتبقى زيك زي فان شاء الله هتشوف في المعرض والمستقبل منتجات وافكار والوان جديده ان شاء الله ناويين عندكم آه نوايا للتوسع اه عندنا خطه توسع كبيره جدا لان مصر مصنع واحد مش كفايه لا, لا عندنا خطه توسع على مستوى المنتجات على مستوى صالات العرض آه. عندنا خطة إن شاء الله تشوفوها في 24 خطة كبيرة بإذن الله. إن شاء الله نشوف لكم مصنع تاني في بحري ومصنع في إن شاء الله في الصعيد في الصعيد إن, إن, إن شاء الله بإذن الله يعني في إذن الله. أي استثمارات سعودية مرحب بها جدا في مصر أكيد أكيد في بلدهم يعني أكيد طبعاً وإحنا هنبقى سعداء إن في منتج سعودي يبقى مميز وفي البيوت المصرية يعني أكيد وإحنا بنصدره من هنا بنقول منتج مصري هنا متع... منتج مصري قول لي لو سبتك مع الجمهور وانت بتدعوهم يحضروا له مارشيه وبتقول لهم تعالوا مش هتندموا عايز اغراءات الممثل بتزبيله بعينيه بنظرته والمسؤول الكبير بقى والرئيس التنفيذي وانت مسؤول عن هذا المعرض من سنوات طويله فعايزك تاثر في الناس هقول لهم كلمه واحده بس اللي هي الكلمه المشهوره بيها معرض مارشيه يعني اقول لهم لو لو ما رحتش مش هتعرف. مش هتعرف؟ مش هتعرف. دي مصيبة، <تصفيق> <تصفيق> مش هيعرف ايه بالظبط؟ لا مش هتعرف اللي بيحصل هناك ايوه. <applause> <applause> فهي دي الجملة الجملة دي. لا دايما ده دا السيلينج لاين بتاعنا او زي ما بنقول ده السلوجان بتاعنا نقول لو ما رحتش مش هتعرف. مش هتعرف. بس؟ لا كلنا ف... ف... هنروح الروح. <applause> لازم تروح عشان تعرف. مفيش حد يروح. بالظبط كده. وحضرتك يا استاذ احمد لو الكاميرا بتاعتك هاه وقلت لك قول للناس تعالوا شوفوا دهاناتنا مش هتندموا. تقول لا آه, لازم تيجوا هتشوفوا جناح مميز هتشوفوا منتجات مميزه هتشوفوا عروض مميزه جدا هتلاقونا في استقبالكم ان شاء الله وهتكونوا مبسوطين جدا اتمنى ان شاء الله احنا <applause> هنتابع معاكم وهنكون <applause> موجودين زباين الاول هنقول لكم <applause> مرسي وانا بحييك وسعداء بوجودكم في مصر ومبروك على المصنع ويا رب يبقى مصانع إن شاء الله. واكيد هتجدوا مساحه كبيره في السوق المصري المصري بيحب اللي بيحترمه واللي بيقدم له <applause> كواليتي كويس ان شاء الله ده ده يكون موجود باذن الله ونقدر نقول لهم لست غنيا كي اشتري الرخيص فبنشتري قيمه بس مش غاليه قوي صح لا في سر في الدهانات الدهانات مهما كانت يعني اختار دهان كويس يديك عمر افتراضي عالي هتستخدم منه كميه قليله لانه بيفرد اكتر فهو الدهانات بالذات هي مش غاليه اختيارك للمنتج كويس هيديك نتيجه افضل بكتير جدا من اختيارك وتوفير كميات بالظبط يوفر كميات يقعد معاك فتره اطول بالتوفيق ان شاء الله شكرا بشكرك جدا شكرا لك يا استاذ عزيز استاذ احمد نورتني استاذ احمد طالب نورتني شكرا جدا استاذ خيري خدت بالك احمد طارق احمد طالب ها. <applause> اه يعني بم... الواحد انا قاعد اقول احمد <applause> طالب واحمد طارق عشان ما اغلطش دي <تصفي> دي حرفيه بقى أيوة. ده حرفيه الطاق الطاق نورتوني بشكركم جدا هذه كانت نهايه حلقه الليله غدا حلقه جديده من حديث القاهره سيكون معكم زميلي العزيز الاعلام الكبير الاستاذ ابراهيم عيسى مصر بخير طول ما انتو بخير تصفوا على خير